مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في قناتكم وبيتكم، قناه الاهلي والاهلي الليله. الاهلي الليله ان شاء الله يكون فيه فقرتين مميزتين جدا النهارده وضيوف كبار جدا. كابتن صديق الجمال هيكون معايا بعد ما اقول لكم اخبار النادي الاهلي، نجم الاهلي السابق، هنتكلم معاه في الفتره اللي فاتت في الدوري العام وافريقيا، هنتكلم ايضا معاه عن مباراه القمه ان شاء الله يوم 30، مباراه مهمه جدا هنتكلم فيها برده مع حضراتكم بعد قليل. النجم الكبير الكابتن سيد بزوكا، نجم الاسماعيلي السابق ومدير قطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي، نجم من العيار الثقيل، كان نجم كبير جدا جدا وشخصيه مميزه قوي، هيكون معانا بعد الكابتن صديق الجمال وهنتكلم معاه في حاجات كتير جدا استنوه لانها هتبقى فقره مهمه جدا. النهارده كان في تدريبه بسرعه كده نروح نطمن على تدريبه النادي الاهلي الصباحيه، كانت تدريبه مميزه ايضا، معايا زميل العزيز كريم احمد على التليفون عشان اطمنكم عن كل كبيره وصغيره في تدريبه النادي الاهلي الصباحيه. كريم اهلا بيك. خط قطع، طيب ماشي، هنحاول نجيب كريم تاني عشان نطمن على النادي الاهلي. عارف ان حضراتكم طبعا عايزين تعرفوا التمرين كان فيه ايه وحصل ايه النهارده. لاسارتي مع النادي الاهلي كان شكله ايه في التمرين؟ مباراه قمه كبيره جدا جدا خصوصا بعد فقدان نادي الزمالك، يعني في اهم الاهميه كمان، نقطتين كانوا اعتقد ان هم هيفرقوا كتير جدا في مشوار نادي الزمالك في الاحتفاظ ب قمة الدوري الممتاز هذا العام. مباراة كبيرة جدا يوم 30، مباراة مثيرة جدا استنوها بين الزمالك والأهلي كالعادة، لكن مباراة إن شاء الله إن شاء الله تليق باسم الناديان الكبيران وإن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي كالعادة. معايا كريم أحمد زميل عزيز على التليفون، أهلا بيك يا كريم. كابتن ميدو تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهديك ومتابعي قناة الأهلي. أهلا بيك كريم، مميز كالعادة وأكيد غطيت التمرين بشكل كبير، كل المشاهدين عايزين يعرفوا كل صغيرة وكبيرة النهاردة في تدريبة النادي الأهلي. بالفعل يمكن كابتن ميدو بيستعد النادي الأهلي بكل قوة لمباراة القمة، حالة تركيز كعادة فريق النادي الأهلي قبل هذه المباراة وانتعاشة وأداء مميز جدا في البطولة الأفريقية. أنت عارف كابتن ميدو بيساعد طبعا بشكل كبير لما النادي الأهلي بيأدي مباريات أداء ونتيجة وبيصعد للدور الثمانية على استحقاق وتكون مباشرة تليها مباراة الزمالك، فدي دفعة معنوية كبيرة جدا للاعبين، لكن ليها حسابات مختلفة. مباراة الزمالك في بطولة الدوري العام توالي مستر مارتن للاعبين، أبدأ معاك النهارده كابتن ميدو. المران كالعادة بدأ في تمام العاشرة صباحا بمحاضرة فنية لمستر مارتن. مستر مارتن بيحاول تكثيف المحاضرات الفنية سواء محاضرات نظرية في الملعب أو محاضرات الفيديو، بعض اللقطات الخاصة بمباراة الزمالك سواء مباراة الزمالك الأخيرة وأيضا كمان بعض الجمل اللي مستر مارتن بيحاول يشتغل عليها في التدريبات، ده اللي احنا شايفينه في التدريبات وده الهدف اللي شغال عليه الجهاز الفني بشكل كبير. عندنا أكيد نقص عددي في اللاعبين سواء اللاعبين المشاركين في منتخبنا الوطني منتخب الشباب علي معلول، لكن النهارده كمان يمكن عودة وليد أزارو ومشاركته بعد الراحه اللي استغرقت لمده 4 ايام. وليد أزارو يمكن حاول ان هو يكون متواجد مع اسرته في المغرب وعاده متواجد النهارده بشكل مميز كالعاده في التدريب. جونيور اجيه حتى هذه اللحظه يمكن لم يصل، لكن ان شاء الله يكون يصل النهارده بالليل متاخر طبعا في ساعه متاخره، عائد ايضا من اجازه قصيره جدا لتكتمل، ينقصهم طبعا علي معلول في منتخبنا الوطني بجانب طبعا اللاعبين المتواجدين في منتخب الشباب ومنتخبنا الاول. ايضا كمان النهارده يمكن الجهاز الفني اليساندرو مستر مارتن سبيستيان بعض الفقرات التدريبيه الخاصه به التدريب اللي كان فيها دول تاهيل بسيط جدا لبعض اللاعبين، مش عايز مستر مارتن يشارك عدد من اللاعبين في تدريبات الكوره. النهارده يمكن حمودي بيغيب يمكن على المران الجماعي لكن كان غايب امس بيه من الجهاز الفني باذن الكابتن سيد عبد الحفيظ عن المران. بشكل عام النهارده كان ليه جزء بسيط جدا من التدريب. حمدي فتحي ووليد سليمان كابتن ميدو عايز برضه اطمن كل الجمهور النادي الاهلي على حالتهم، ويمكن خلاص يمكن وليد سليمان في ناس كتير بتقول ان وليد سليمان خارج الحسابات مباراة القمة، يمكن لا نقدر نقول ان لسه الامور معانا، لسه في عدد كبير من الايام. وليد سليمان بيتدرب بكل قوة وموضوع له برنامج مميز جدا، على الاقل ان شاء الله يكون متواجد في القائمة، على الاقل يكون متواجد على دكة البدلاء، لكن حسم الامر ان هو غير يكون متواجد لسه الايام فيها، يمكن لسه عندنا ايام كتيرة ان شاء الله بالنسبة لوليد سليمان. حمدي فتحي كمان كان دخل في مرحلة متقدمة جدا من التأهيل مع كابتن طارق عبد العزيز، النهارده كان بيأدي تدريبات قوية لحمدي فتحي، ان شاء الله كمان مع الايام القادمة يمكن الاصابة اللي عنده طويلة شوية لكن لسه كمان عشان يعود من جديد يعود كامل وسليم، لان النادي الاهلي المرحله القادمه في البطوله الافريقيه وبطوله الدوري كل اللعيبه محتاجين كل جهود بكل لعيبه النادي الاهلي للمسانده، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في مباراه الزمالك. وعلى ذكر مباراه الزمالك
ممكن النادي الاهلي كمان في اختيار مميز لمباراه وديه. مارتن لاسارتي كان مع حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والتنسيق على مباراه وديه غدا يا كابتن ميدو على استاد مختار التتش في تمام الثالثه عصرا، الاهلي وجمهوريه شبين. تمام. يمكن دي احد المباريات اللي النادي الاهلي بيحاول ان هو يطمن عليها مع اللاعبين اللي ما بيشاركش بشكل كبير، وايضا كمان الوقوف على الحاله الفنيه لكل اللاعبين اللي هتشارك في مباراه الغد ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه موفقه، ان شاء الله ما بقاش في اي اصابات، ما بقاش في اي اجهاد للعيبه النادي الاهلي، يخرج اللاعبين بكل سلامه، وايضا كمان يستفيد النادي الاهلي من مباراه الغد يكون موفق نتيجه واداء ان شاء الله كتير. اكيد يا كريم، يعني مباراه بكره مع شبين ان شاء الله هتبقى الساعه 3 بتقول؟ بالظبط يا كابتن مين، ان شاء الله الساعه 3 يسبقها يمكن الساعه 1:30 ممكن نشوف بعض التدريبات. كنت اسالك على كده بالظبط. بالظبط، مباراه للكل ولا مباراه لمجموعه معينه من اللاعبين وفي لعيبه هتبقى في التدريب؟ من يعني من الواضح ان يمكن ايمن اشرف برضو انت عارف الكدمه اللي كانت عنده في الظهر في المباراه الاخيره ممكن ما يكونش مشارك في المباراه، يمكن مستر مارتن يحاول ان هو يستثنى بعض اللاعبين تجنبا للارهاق، ولسه لعيبه كمان بتحاول ان هي تاهل زي الشناوي، كان الشناوي قدم مباراه رائعه في المباراه الاخيره، لكن في بعض اللعيبه ممكن يستغني عنها مستر مارتن غدا، لكن ان شاء الله بشكل عام يكون النادي الاهلي مستفيد في مباراه الغد امام جمهوريه شبين في تمام الساعه 3 يا كابتن. الشناوي تعافيه من الاصابه بنسبه كام دلوقتي يا كريم؟ الشناوي طبعا يمكن تضحيات كانت كبيره جدا يا كابتن ميدو، اكيد انا عارف الشناوي انا عارفه شخصيا يعني. بالظبط يا كابتن ميدو، يمكن يعني كان اداؤه مميز وتحمل على نفسه بشكل كبير بجانب عدد كبير من اللعيبه، لكن بنطمن كل جمهور النادي الاهلي الشناوي يمكن محافظ على نفسه، الجهاز الفني بيحافظ عليه بشكل كبير، والجهاز الطبي بيحاول ان هو يكون في تدريبات بسيطه للشناوي تمهيدا ان شاء الله باذن الله يكون جاهز في مباراه القمه. من المتوقع ان الشناوي ما يشاركش بكره يا كابتن ميدو، نشوف عدد من الحراس الناشئين احمد طارق مصطفى شبير، لكن بشكل عام الشناوي ان شاء الله تدريجيا مع الايام وصولا ليوم 30 يكون جاهز لحراسه عرين النادي الاهلي في مباراه الاهلي والزمالك. اكيد ازارو شارك في التدريبات النهارده بكل قوه، النهارده وليد ازارو رغم عودته يمكن امس لكن النهارده كان متواجد، كان في بعض الجمل اللي مستر مارتن بيتمرن عليها بشكل مستمر، وليد ازارو وكل اللعيبه النهارده شارك بشكل مميز وبيعلن جاهزيته ان شاء الله لمباراه الغد او مباراه الزمالك باذن الله. كان في خبر بيقول عندي ان مارتن لاسارتي بيعقد جلسه مع الدكتور خالد محمود للاطمئنان على اللعيب المصابين يا كريم. بالتاكيد يا كابتن ميدو، يمكن مستمر مستر مارتن عامل جلسات مكثفه مع خالد محمود طبعا طبيب النادي الاهلي، لان احنا كان عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين خلال الفتره اللي فاتت مصابين، لكن الامر قل بشكل كبير يا كابتن ميدو، خلاص يمكن متبقي وليد سليمان مع شريف اكرام مع حمدي فتحي، يعني ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه دي تكون الفتره اللي جايه جاهزه. الراجل بيطمن على برنامج شريف اكرامي، كان بيسال على حاله الشناوي ايمن اشرف، دكتور خالد محمود طبعا يمكن اداله بعض التقارير السريعه، احمد اسماعيل ايمن اشرف يمكن خلاص هي كاتبه بسيطه جدا في الظهر، لكن في تفضيل طبيا ان هم يريحوه، حمدي فتحي زي ما اتكلمنا عليه، وليد سليمان، شريف اكرامي، الكل ان شاء الله في خلال الايام القادمه، باستثناء طبعا الاصابه يمكن هتكون طويله شويه لشريف اكرامي ان هو ممكن ما يبقاش جاهز على مباراه القمه، لكن بشكل عام عندنا عدد قليل جدا من المصابين ان شاء الله يكونوا مساهمه وقوه ان شاء الله مع النادي الاهلي خلال المرحله القادمه. اكيد يا كريم، برضو هاخدك في اطار بكره ان شاء الله تنطلق منافسات بطوله السفارات الدوليه بملاعب الاهلي بزايد، اكيد الدنيا طبعا كلها عارفه البطوله يا كريم، وكنا عملنا القرعه كنت موجود فيها، اكيد برضو النادي الاهلي على قدم وساق استعدادا لهذه البطوله. بالتاكيد يا كابتن ميدو، كمان احنا يمكن متواجدين او انا يمكن متواجد دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واجتماع مجلس الاداره اللي بدا بالفعل الساعه 5 اليوم يصدقه كمان كان بروتوكول مميز جدا لمعالي الوزير طبعا طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والكابتن محمود الخطيب، وفي نفس الوقت وفي نفس السياق وتكثيف للمجهودات بطوله الدبلوماسيه طبعا بطوله السفارات، هي بطوله من اهم البطولات اللي بينظمها النادي الاهلي وعليها تركيز كبير جدا من مجلس الاداره، يمكن النادي الاهلي دوره الوطني المعروف ودوره التنسيق، ويمكن البطوله دي نجحت بشكل كبير جدا خلال الموسم الماضي او خلال الفتره الماضيه، لكن بشكل عام الشيخ زايد جاهز لبطوله السفارات، الكل هيكون متواجد، بطوله ان شاء الله تنجح وتليق باسم النادي الاهلي كعاده النادي الاهلي يا كابتن. شكرا جدا يا كريم، ودايما مميز في التغطيه، واكيد غطينا كل اخبار التمرين النهارده، شكرا جدا زميل العزيز كريم احمد، شكرا جزيلا. يعني هو قال كل الاخبار اللي كنت اقولها لكم، قالها لنا بالتفصيل كمان، اتكلم على وليد سليمان وإمكانية مشاركته في مباراة الزمالك المقبلة، وليد سليمان عنصر مهم جدا وعمود رئيسي من أعمدة النادي الأهلي، أكيد تواجده حتى لو على دكة البدلاء هيدي انطباع كبير جدا لينا احنا كجماهير بالطمأنينة في هذه المباراة مع كل اللعيبة الموجودة. اتكلم كمان عن عودة وليد أزارو وغياب علي معلول في مباراة الغد، يبقى في تمرينة للعيبة وفي مباراة للعيبة اللي ما بتشاركش بشكل أساسي، اللعيبة اللي عايز يطمن عليها في العموم مارتن لاسارتي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، قلت لكم ان مباراه الزمالك والمقاولين امبارح
ممكن تشوف الناس تشوفها ان هي سهلت مباراه القمه، وممكن في ناس يقول لك لا صعبت مباراه القمه. مباراه القمه ليها معايير مختلفه تماما عن حساباتنا احنا. مباراه القمه ما لهاش اي توقعات خالص، حتى لو كان الزمالك في حاله سيئه في حاله جيده، الاهلي في حاله سيئه في حاله جيده، المباراه بتكون خارج التوقعات تماما. نتمناها اهلاويه باذن الله كالعاده. الزمالك عنده 53 نقطه، الاهلي عنده 51 نقطه. كانت في ناس كتير فاهمه ان الاهلي راجع من بعيد، لكن الاهلي مش راجع من بعيد ولا حاجه، ده الطبيعي جدا جدا، بل اقل من الطبيعي كمان. النادي الاهلي خلص مبارياته الوديه، وان كان في ضغط مباريات ادى لهذا المركز اللي هو مش مركز النادي الاهلي خالص. مركز النادي الاهلي دايما بيكون في قمه الدوري وفي قمم اي مسابقه. ان شاء الله ان شاء الله يوم السبت بعد المقبل يتوج النادي الاهلي بالمركز الاول الى ان يتوج بالدوري العام باذن الله باذن الله. وما بنقولش كلامه خلاص، بنقول نتيجه تعب وجهد وتحديات وكل حاجه تخليك انت واثق من كلامك وانت بتتكلم عن النادي الاهلي ان هو ان شاء الله بيرجع لمكانته الطبيعيه المركز الاول، وان شاء الله يكون الدوري في الجزيره زي ما كلنا بنتمنى. وان شاء الله ايضا بجانب تحديات الدوري عندنا تحديات افريقيا باذن الله برضو. المباراه القادمه باذن الله سان داونز تكون مباراه سهله نسبيا للنادي الاهلي كالعاده. بنقول سهله نسبيا لانه معودنا على كده، حتى لو مباراه صعبه جدا، لكن احنا كجماهير كلنا عشان في النادي الاهلي ان هو دايما رافع راسنا لفوق. دي كانت اخبار الفريق. عايز اقول لكم نروح بقى اخبار النادي الاهلي عموما. النادي الاهلي بيوقع بروتوكول تعاون مع وزاره التربيه والتعليم. اقول لكم نص الخبر. النادي الاهلي عقد مؤتمر صحفيا ظهر اليوم بمقر الجزيره للاعلان عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزاره التربيه والتعليم في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وممثلا للاهلي، والدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وذلك لوضع اليات التعاون بين النادي وبنك المعرفه خلال المرحله القادمه. أكيد خبر مهم جدا. حضر المؤتمر أيضا كولر مان العمري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد برندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي وطارق أنديل ومحمد سراج الدين ومحمد الضماطي أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وجاء توقيع البروتوكول في إطار سياسة مجلس الإدارة لتقديم أبرز الخدمات للأعضاء في العديد من المجالات وخاصة التعليم، حيث يساهم بنك المعرفة في توفير المحتوى التعليمي والثقافي، وهو أحد المشروعات الكبرى والذي تعول عليه الدولة لإصلاح العملية التعليمية باستخدام أحدث النظم التكنولوجية. الخطيب أيضا في سياق هذا الخبر، الخطيب يهدي وزير التربية والتعليم درع وقميص النادي الأهلي. بقول لكم رؤوس الاخبار، اكيد خبر مهم جدا جدا في اطار عائله الاهلي اللي الكابتن الخطيب تبنى هذا الموضوع. الخطيب توقيع بروتوكول تعاون مع بنك المعرفه بيدعم الدور المجتمعي. ده تصريح الكابتن محمود الخطيب، واللي رحب بالدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والقيادات التعليميه والمسؤولين عن بنك المعرفه التابع لوزاره التربيه والتعليم. أضاف الكابتن الخطيب خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد ظهر اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة، سعداء بتوقيع واحد من أهم المشروعات الثقافية والاجتماعية في مصر، والذي يستهدف العمل على تطوير منظومة التعليم من خلال استخدام أبرز وأحدث الأساليب التكنولوجية. من جانب وزير التعليم بيقول الأهلي سباق ويمتلك رؤية جديدة في بناء الإنسان المصري. مش جديد عن نادي الأهلي يا دكتور طارق. غدا إن شاء الله زي ما قلت لحضراتكم انطلاق منافسات بطولة السفارات الدولية بملاعب الأهلي بالشيخ زايد. قلت لكم الأهلي خلاص بكرة إن شاء الله هيلاعب جمهورية شبين في إطار مباراة ودية. بعد الفاصل هنستقبل الكابتن الكبير كابتن صديق الجمال نجم الأهلي السابق. اهلا بحضراتكم من جديد، الكابتن صديق الجمال نجم الاهلي السابق في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا يا كابتن. الله يخليك كابتن ميدو، منور بوجود حضرتك. منور كالعاده حبيبي بوجودك كابتن. ايه الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله كابتن. عندنا محاور كتير جدا النهارده، عندنا مباراه القمه اكيد اللي كل الشارع الاهلاوي مستنيها، شارع الزمالكاوي ايضا أكيد. بس احنا عشان كهلاويه مستنيينها طبعا بفارغ الصبر. فارغ الصبر انت عارف.
عندنا السؤال عايز اطرحه على حضرتك في الاول خالص. بقى صعب قوي ان انت تيجي من تحت قوي وانت شايف الخصم بتاعك او النادي المنافس بتاعك على صدارة الدوري بينك وبينه بنقط كتير جدا او نقط كتير جدا، وانت عمال تطلع وتحارب وتفحر لغايه لما توصل لانك بينك وبينه نقطتين. شايف الموضوع ده سهل ولا صعب ولا شايفه ازاي؟ هو الموضوع ده طبعا ببارك لجميع النادي الاهلي. الحمد لله انت عارف المسابقه دي البطوله رقم واحد عند جميع النادي الاهلي على مدار التاريخ، بطوله الدوري العام اللي هو عود جمهوره ان هو يكون البطل على طول، بالذات في بطوله الدوري يعني على ما اعتقد دي اهم من الكاس بكتير يعني. فالنادي الاهلي جه من بعيد مش بسهوله، جه بصعوبه. كان في محطات مطبات كتير جدا مر بيها النادي الاهلي، لو اي فرقه تانية مرت بالظروف دي صعب جدا جدا كان يوصل الفارق. الحمد لله بيننا وبين المنافس 2 بونت، كانوا انسحبوا من الدوري اساسا. كان خلاص يعني زي ما بيقولوا ايه، اي حد تاني كان يعني يسلم. الاهلي عنده روح قتاليه عاليه، عنده فنيات، عنده تكتيك، عنده حاجات كتير جدا الحمد لله استغلها الفتره اللي فاتت، وقدر ان هو يلم نفسه ويجمع كل حاجه من جهاز فني، من لاعبين، من الناس اللي موجوده كلها، المنظومه بتاعه الكوره والجمهور العظيم الكبير، لحد ما قرب الفارق وصله ل2 بونت. ودي مش من فراغ، لان الاهلي عودنا على كده. طبعا كل ما النادي الاهلي الحمد لله كان بيتفوق وبيكسب المؤجلات كل ما بتسبب ضغط على اي منافس، سواء الاول الثالث يعني اي حد بيقرب منك. المفروض يحصل العكس، المفروض يحصل العكس، بس عشان فينا خبرات كبيره متوفره وموجوده وفي مؤهلات عند لعيبه النادي الاهلي وعند المنظومه بتاعت النادي الاهلي، مرينا بظروف اصعب من دي. ساعات كان الفرق 12 واكتر من كده والاهلي كان بيقرب وبيحصل على البطوله الحمد لله. فانا شايف ان دي ايجابيه الفتره اللي فاتت، بس الاهلي تعب على ما وصل للمكانه دي بسبب الاصابات وسبب انت حضرتك طبعا قريب من موجود في المطبخ وعارف ان كان في صعوبات الفتره اللي فاتت كتير، ومن اهمها رقم واحد الاصابات. فالحمد لله الحمد لله الاهلي قدر يتخطى الفتره دي في احسن صوره يعني. كانت الناس مصوره بقى النادي الاهلي هو في المتزايل الدوري، يقول لك النادي الاهلي متزايل الدوري. النادي الاهلي كان لسه حوالي 14 مباراه مثلا او 10 مباريات او 11 مباراه مش فاكر، وخلي بالكم النادي ومش خلي بالكم النادي، وكل الجماهير الاهلاويه مراهنه النادي الاهلي هيوصل عند مباراه القمه يا كابتن صديق للمركز الاول. الثقه دي بتيجي من فين؟ ما دي مش من فراغ، لان يعني زي ما يكونوا شايفين اللي هيحصل، زي ما لعيبه الاهلي عندها خبرات وزي ما المنظومه كلها خبرات، جماهير الاهلي رقم واحد عندها خبرات كبيره جدا جدا. اي واحد اهلاوي كنت بتيجي تساله لما كان الفارق كبير في النقاط يقول لك الاهلي هينافس، لا ياخد البطوله. فدي الاهلي ادى الثقه دي لجماهيره، عشان كده عندهم ثقه كبيره جدا في رب العالمين ثم في لعيبه الاهلي والمنظومه كلها يعني. نفس الكلام اللي انا اتكلمته. اكيد بتكلم كجمهور في طبعًا. انا جمهور طبعا وانا مشجع زيك، انتوا اللي اديتونا الثقه دي ان احنا نتكلم بمنتهى الثقه كده، وانا مشجع زي حضرتك كابتن ميدو. فاللي احنا شايفينه بس احنا تعودنا على كده، لان احنا عشناها يعني انا وانت عشناها في الملعب وعشناها بره الملعب. احنا دلوقتي بنشجع الاهلي، هو اللي عودنا ان الثقه دي تكون موجوده عندنا. اي حد بيجي يكلمك في الشارع الرياضي بتقول لا ان شاء الله هناخد الدوري هننافس، فدي مش من فراغ يعني، دي ثقه كبيره جدا جدا والحمد لله ان هي عندنا وعند لعيبه النادي الاهلي. اكيد. امبارح كانت مباراه الزمالك والمقاولين، الزمالك قلت افتقد نقطتين مهمين جدا جدا. اكيد. انا عايز بالمناسبه عايز اقول لاحمد الشيمي، احمد الشيمي اتصاب اصابه كبيره جدا في ماتش المقاولين، كانت كسر في الانف يعني. الف سلامه عليك وان شاء الله ترجع بسرعه. احمد الشيمي من الاعمده الرئيسيه لنادي المقاولين وبيعتمد عليه عماد النحاس اعتماد كلي في نص الملعب، ان شاء الله ترجع بسرعه يا احمد والف سلامه عليك. هو في المستشفى من امبارح. ربنا طبعا كان لازم نسلم عليه كويس. اكيد اكيد ذكرنا ان شاء الله تكون خفيفه، لعيب عنده مستقبل كبير قوي في الكوره باذن الله. ان شاء الله تكون اصابه خفيفه ويرجع تاني للملعب. بس محترم من ابو السعود بس طلع جون يعني. معلش يا احمد طلعت جون كنت تستاهل البوكس. اكيد بوكس غالي جدا. بوكس غالي لان هم خدوا نقطه طبعا غاليه جدا. والمقاولين قدم مباراه كويسه. مين اللي خد نقطه غاليه؟ المقاولين خد نقطه غاليه من المباراه. تمام. مع الورق قبل المباراه كل الناس تقول المنافس هيكسب والزمالك عمل بونت كبيره جدا او عمل مباراه كبيره. ما احنا ما اختلفناش. بس لما تاخد بونت في الظروف دي كان ممكن المقاولين يكسب كمان، كان وممكن الزمالك يكسب. بس هي العرض قوي تتحسب المقاولين. ليه؟ المقاولين بيلعب لا ينزل ولا يطلع،
بس لعب اداء جيد، اداء رجولي، لعب بتكتيك كويس جدا. انا بحيي كابتن عماد النحاس انه برضه رغم ظروف المباراه والمتغيرات بس كان متماسك وبيغير طريقه اللعب اثناء المباراه وعنده تكتيك كويس جدا، فعشان كده ربنا ما ضيعش تعبه مع الفاضي، خدوا بنت. بقول للزمالك اكيد هيحصل مطبات كتير، حضرتك لسه في مباراة كتير، لسه بدري، والملعب يعني فيه بتاع حوالي 13 مباراه، فاكيد هيبقى في متغيرات الفتره اللي جايه. بس انا طبعا بحيي المقاولين لان النتيجه ايجابيه لينا احنا، عشان كده بحيي المقاولين اكيد. النقطتين اللي بقوا بين الاهلي والزمالك بيزودوا صعوبه المباراه، ولا انت شايف المباراه اصلا بتبقى بعيد عن اي توقعات؟ انت لعبت اهلي وزمالك قبل كده؟ الحمد لله لعبت حوالي 4 مباريات، في 3 لعبناهم في شهر واحد، كان في مؤجلات زي الظروف اللي احنا بنمر بيها دي. كان ماتش الدور الاول متاجل، دخلنا على الدور الثاني فلعبنا الماتشين، ولعبنا قبل نهائي كاس مصر، فالحمد لله مريت. ولعبت بعد كده السنه اللي بعديها حوالي 35 دقيقه مع الكابتن سايس الله يرحمه يعني. فظروف المباراه دي بتختلف عن اي مباراه، ملهاش دعوه ترتيب الجدول، مين اول مين ثاني مين خامس سادس، ليها ظروفها الخاصه. مباراه قمه، طول عمرها قمه بين الاهلي والزمالك، خارج التوقعات. بس في فتره من الفترات كانت التوقعات كانت بتبقى موجوده لسبب قوه فريق النادي الاهلي ايام مستر جوزيه. تمام، تيجي تسال زملكاوي يقول لك لا انا غلب 1 2 3. الفتره دي لما تيجي تسال هتلاقي الفروقات قريبه مع الورق بحسب ترتيب مباراه في الملعب الجدول، عايز تقول مباراه في الملعب، لان برضو الفرقتين فيهم عناصر مميزه، فيهم قوه متساويه سواء في كل الخطوط. ان شاء الله تبقى مباراه كبيره، بس التوقع صعب التوقع، بس احنا التمني النادي الاهلي ان شاء الله يكسب ونعوض الفارق، وباذن الله البطوله اللي احنا بنلعب بنسعى ليها تبقى من نصيبنا. لكن الحاله المعنويه اللي واصل لها لعيبه النادي الاهلي مع كمان الاقناع بالاداء الفني اللي بيعمله لاسارتي مع النادي الاهلي، وكمان اقناع الجماهير بشخصيه لاسارتي اللي اقنع بها معظم الاهلاويه بصراحه في المباريات القليله اللي فاتت، دي تدي له حاله معنويه كبيره جدا في مباراه قمه، بحال مباراه القمه. اكيد اكيد دي بتدي باور للمدرب، بتدي باور للاعبين يا كابتن ميدو، على اساس ان الفرق قريب. الاهلي الفتره اللي فاتت كان ممكن اي حد كان متصعب عليه المباراه بتاعت الزمالك، بس الاهلي وصل لجاهزيه كويسه جدا جدا فنيا بدنيا، عودة المصابين. الأهلي المدرب بسم الله ما شاء الله الفترة الأخيرة في الملعب بيأدي أداء تكتيكي عالي جدا وخططي، ونتائج كمان هي اللي فرقت مع نادي الأهلي بسبب الأداء الجيد وعودة الناس اللي كانت موجودة لبعيد. من أهم المكاسب من أهم المكاسب اللي شفتها الفترة اللي فاتت تحديدا، مكاسب كويسة جدا جدا، زي مثلا رمضان، ناصر ماهر، محمد هاني، كل الناس اللي ندفد كريم، كل الناس اللي هي بتبقى بعيد وتقرب تبقى مكس. الشحات انا سعيد جدا جدا لما الشحات احرز هدف المباراه الاخيره، هدف جميل، مباراه يعني ايه مصريه ليه هو في الثقه، انما هو عنده كوره مش موجوده عند حد، من احسن لعيبه الكوره في مصر، بس الجون ده يرجعه كتير قوي. حتى شفت بعد ما جاب الجون انفعل، هو عنده طاقه، عنده كوره، عنده امكانيات عاليه، حس ان في ضغوطات اعلاميه وفي حاجات غصب عنه اي حد يتاثر بيها، بس الجون ده باذن الله هيرجعه لحالته اللي النادي الاهلي جابه عشانها. لعيب منتخب كان مكسر الدنيا مع النادي العين الاماراتي، هو هنا في مصر كان عامل حاله كبيره جدا جدا فنيه عاليه مع المقصه. فاهم المكاسب الفتره الاخيره اكتر من لاعب، عوده برضو علي لطفي، انا سعيد جدا لما نزل المباراه اللي لعبها الافريقيه، عمل مباراه كبيره عشان برضو ندي له حقه بالزبط. عشان الحراس لما تحس ان في منافسه يبقى انت محتار تلاعب مين، يبقى عندك ثقه كمان في اي حد. لو الشناوي مش موجود شريف موجود، شريف مش موجود علي لطفي دلوقتي يلعب، لا قدر الله في اي حد للحراس يلعب، لانه حارس جيد جدا جدا، ودي تتحسب برضه للايه للكابتن طارق سليمان اكيد. فلعيبه الاهلي الفتره اللي فاتت بالنسبه للجهاز الفني خد مكاسب كتيره وكبيره من المباريات اللي لعبوها، من المؤجلات ظهر له اكتر من عنصر بمستوى راقي ومستوى جيد عن ما المدرب مسك. كان في ناس بعيده جدا جدا، وان شاء الله برضو عشان ما ننساش حسام عاشور يرجع، وانا سامع حضرتك بتقول في المباراه الوديه وليد سليمان كمان، بتتكلم انت على وليد، انا سمعتك بتتكلم على وليد. المباراه دي اللي جايه وديه او مباراتين برضو تجهز بعض اللاعبين اللي هم ما كانوش بيشاركوا بصفه اساسيه،
زي برضو الشحات والمجموعه دي في ماتشات بيلعب نص ساعه تلعب تايم، لا في ماتشين يجهزوك قبل لقاء القمه، يبقى الراجل المدرب عنده رؤيه في الاختيارات كبيره، ما يبقاش مرتبط بعدد معين من اللعيبه، وكله بيصب في مصلحه النادي الاهلي باذن الله. بالظبط. ساعات الاصابه كابتن بتجيلك في الوقت اللي انت محتاجها فيه. سبحان الله. يعني ساعات بقى عليك حمل بدني كبير جدا ومش عارف تريح، وانت كلاعب كوره عايز تلعب، ساعات كويس. الاصابه بتجبرك ان انت تريح راحه سلبيه، انت بتبقى في امس الحاجه ليها. دي تمثلت في عنصر من النادي الاهلي زي وليد سليمان. وليد جه الفتره الاخيره دي كان بيلعب على طول بصفه اساسيه، كان بيكسب النادي الاهلي، كان في احسن قواه البدنيه والفنيه، كان مميز، حتى كل الناس طلبت، يعني انا من ضمن الناس كان لازم يروح المنتخب، ما ينفعش يكون بعيد عن المنتخب، بس بقى في حمل زياده جدا عليه، لان برضو انت عارف يعني حته السن، برضو كان بيشارك بصفه اساسيه في البطولات الافريقيه وفي الدوري، فلما اتصاب يمكن دي تكون خير ليه برضو. محتاج الراحه. متمثله برضو من بعيد لاحمد فتحي، ان احمد كان عليه ضغوطات كبيره، منتخبات مع النادي الاهلي، كاس، دوري، بطولات عربيه، ما كانش بيريح خالص، فيمكن دي تكون خير ليه ان هو يكون الفتره دي ترجعه يستعيد، يعني يسترد عافيته ولياقته البدنيه، هيرجعوا هيبقوا في حاله كويسه جدا جدا في الملعب. طبعا ونجيب برضو ربنا يشفيه، بس نجيب كانت اصابه خارجه عن ارادته، يعني كان عامل عمليه، ان شاء الله لما يرجع هيبقى اضافه لخط الدار للنادي الاهلي. اكيد زي ما حضرتك بتقول، بتتكلم في عناصر كلها نادي الاهلي محتاجها، بتتكلم في احمد فتحي قوه ضربه، لعيب ولا اروع اي مدرب يتمناه في الدنيا كلها، وجوكر، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله، لأن باذن هو الله لعيب مجتهد بشكل كبير جدا جدا. اكيد اكيد. لكن سالتك قبل كده على لسارتي وقلت لي انا ما بحبش احكم في البدايات. احنا وصلنا لمرحله يعني نوعا ما ممكن تشوف لسارتي فيها، عندك افريقيا شغالين فيها كويس، لكن بره مش كويسين. شايفها ازاي؟ بره ملعبنا؟ قصدي بره افريقيا بره. الاداء بيبقى في مصر غير الاداء خارج مصر. بالظبط. حضرتك لعبت افريقيا طبعا كتير، في الاجواء الافريقيه هو فعلا في ظروف مرتبط باجواء افريقيه؟ اكيد مرتبط بالاجواء، في متغيرات، المباريات اللي هي الخارجيه غير المباريات اللي تبقى في القاهره، من فيها عناصر كتير متغيره، زي مثلا عامل الطقس، عامل الجو، وظروف المباراه اللي انت بتلعب فيها. يعني الاهلي برضو كان في ضغوطات عليه، كان عايز بنت من المباراه بتاع فيتا كلاب عشان الدنيا كلها ترتاح ويصعد، فهو ممكن وجهه نظره الفنيه ان مثلا مش نازل يتعادل او نازل يتغلب، بيلعب بحرص ان هو كان ياخد البنت عشان يريح لعيبه النادي الاهلي والفتره اللي جايه يشتغل بارتياحيه، ما بقاش في ضغوطات عليه، فدخل فينا جون بالغلط، غيرت اتجاهه، مش هو مش نازل يتغلب، فبيبقى في متغيرات بره. الاداء بيختلف مع المدرب لما يكون ماسك فرقه جديد غير ما يكون بقاله عدد مباريات كبيره، اكيد الرؤيه بتبقى واضحه ليه اكتر، بيقف على كل مستوى اللاعبين، حفظ كل لاعب وامكانياته الفنيه، وبيقف على مستواه، في لعيبه تكتيكيه ممكن لعيبه في اكتر من مكان، في لعيبه بتادي في مكان معين، في لعيبه بينقصها بعض الحاجات في الملعب هو بيشتغل عليها بحيث ان هو يزودهم لما يجي يعتمد عليهم، زي مثلا مروان في فتره كان بعيد، الراجل صبر عليه، اشتغل معاه دلوقتي مروان في احسن حالاته بدليل المباراه الاخيره، اكتر من لاعب الناصر لما كان بيديله، سبحان الله، مروان كانت الجماهير زعلانه منه شويه، ندفيد كانت الجماهير زعلانه منه شويه، ايوه دلوقتي لما بيغيبوا الاثنين الجماهير بتقلق، بيخافوا اساسا، عايزينهم موجودين على طول. دي محسوبه يا كابتن ميدو للمدرب، ان بخدوا عدد مباريات، الاحتكاك قوي، صبر عليهم، وكل واحد عنده امكانيات، المدرب بيبقى مديله فرصه، بيتيح له ان هو يؤدي ويبدع ويديله مهام في الملعب تكتيكيه في حدود امكانياته، وتخليه حتى في الملعب مميز، وبيعلى اللعيب طبعا اللي عنده كوره وفنياته عاليه، كل لعيبه الاهلي عاليين جدا عندهم فنيات. جميل قوي ان انت بتقول تتحسب للمدرب، طبعا لانها ممكن تتحسب للمدرب بالسلب او بالايجابي، او بالايجابي الا هيكرر اداء اللعيب في الملعب. انا قلت قبل كده ان مروان من كتر ما كوبر لاعبه ديفندر اساسا، مش مهاجم، بقى عنده الحياه الدفاعيه من اولوياته، كان لازم يتحرر منها شويه، بعده على الصندوق منها شويه. بالظبط. ايوه، اول ما تحرر منها اشتغل، بدا الناس تشوف مروان اللي هو مروان بتاع الاسماعيلي، قدراته تطلع. بالظبط. تطلع اللي هو مروان محطه كويسه جدا. بالزبط. هو لما اشتغل، يعني في الماتش اللي فات كان في جملتين يا كابتن ميدو اشتغل عليهم، سجل الهدف ويشارك في الهدف بنسبه 90% اللي معلول لعبها بالعرض، ما هي دي كانت جمله من ورا من عند ايمن اشرف، هو كان بيشارك برضه في واحده، استلم ولف وباص وراح قطع، خد مساحه، خلق مساحه مع زمايله، الجون اللي هو جابه استلم
عمل استلام بدوران جوان لعيب كبير دي المكان بتاعه الصندوق جوان لعيب كبير وده الفيرود المفروض ما يطلعش من الحته دي ويصبر بس دي بتاعه مدرب انك توظف له الناس اللي هي بتخدم عليه في الملعب يوصلوا الجمله لغايه عنده هو الفينش بتاعه لانه اوريدي هو بيسجل هو انما هيسجل ازاي لو انت بعدته عن الصندوق ونزلته نص الملعب فهو دي من مكاسب برضه الفتره الاخيره مروان واتمنى له التوفيق يعني لمهاجم مصري يعني رقم واحد كنت من زمان بشبه مروان بكابتن الكبير محمد رمضان مش عارف ليه بس يعني كان تشبيهي في دماغي كده كنت بشوفه فيه لكن لسارتي لغايه دلوقتي الحمد لله على اول مجموعات المجموعه الافريقيه وخلاص ان شاء الله هنقابل سان داونز المباراه اللي جايه وان شاء الله مباراه الزمالك ان شاء الله تصدر قمه الدوري العام تعال نشوف مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله دوري عام وان شاء الله نعدي سان داونز ان شاء الله نطلع الادوار النهائيه في افريقيا تعال نشوف تقرير عن راي الجماهير الاهلاويه في قرعه بطوله افريقيا ونرجع نتابع مع حضراتكم كابتن صديق كمان اهلا بحضراتكم من جديد لسه مستمرين معاكم مع كابتن صديق الجمال كنت عايز اتكلم على مروان لا حضرتك بتتكلم على مروان وعلى كابتن محمد رمضان وفي تقارب يعني حتى وجهه نظرك صح بالنسبه للتهديف بالنسبه للاداء كابتن رمضان كان هادي برضو وكان قناص ثعلب ثعلب كان بيبي وان صعبه جدا ايوه مروان ما شاء الله برضو ايه قريب منه وعنده كتير اللي يقدمه للنادي الاهلي مروان ان شاء الله باذن الله شايف مباراه الاهلي وسان داونز هل هي مواجهه كانت المفروض تبقى متاخر شويه ولا هي جت بدري احسن ولا شايفه ازاي؟ هي بص الاهلي طبعا بيلعب على البطوله الافريقيه يلعب مع سان داونز يلعب مع اي فريق غير سان داونز الوداد اي حد الاهلي بطل البطل ما بيفكرش هيلعب أكيد مين أكيد. بس هي بتبقى بتدي ارتياحيه برضو لما يعني انت لو جالك الحريه الكيني في الاول غير مثلا ما يجي لك سان داونز بس انا متاكد ان المجموعه الفرقه دي غير الفرقه اللي عدناها قبل كده يعني احنا كان في مقابله قبل كده مواجهه ايام ابو تريكا كنا تعادلنا هناك على ما اعتقد 1-1 وجينا هنا كسبنا 2-0 احنا لعبنا جنوب افريقيا 4 مرات كسبنا مرتين وتعادلنا مرتين لا سان داونز كان 1-1 في ملعبهم ابو تريكا جاب جون كان فاول على ما اعتقد وجينا في القاهره كسبنا 2-1 ابو تريكا واحمد عبد الظاهر لما كسبنا 2-0 على ما اعتقد يعني فاحنا هم اكيد اي فرقه بتعمل للنادي الاهلي حساب كبير والاهلي فيه ميزه كويسه سواء في البطولات الافريقيه او في المحليه او اي بطوله يشارك فيها بيحترم الخصم مهما كانت قوته زي سان داونز زي الحريه زي اي فرقه يلعبها هو زي الوداد طبعا وداد فريق كبير شايف مين اقرب منافسينا يا كابتن؟ ما بص حضرتك انت تخطي الدور ده تبص على اللي بعده بس انا شايف باذن الله ان نتخطى سان داونز انا متاكد ممكن نلعب مع الوداد لان الوداد اكيد خبراته اعلى من الحريه الكيني انا بتمنى طبعا رقم واحد النادي الاهلي في النهائي في البطوله الافريقيه ويحقق باذن الله الهدف المرجو منه ان احنا نرجع لكاس العالم للانديه تاني يبقى رقم واحد شايف الموضوع صعب ولا سهل؟ هو صعب وفي نفس الوقت ايه؟ مفيش سهل عموما كوره كوره السهوله دي ممكن ننطقها بتيجي على لسان واحد يقول لك سهوله بس في الملعب مفيش سهوله خالص انت بتلعب مع فيتا كلوب ومثلا الدنيا ماشيه كويس ويجي فيك غلطه ممكن لا قدر الله تبقى نتيجه عكسيه عليك لما بتهتم وتاخدها بجديه باذن الله بنزل انت اللي بتسال عن نفسك انما قبل اي لقاء ما تقولش سهل بس ممكن يبقى سهل وانت جوه بالظبط لما تكون انت محترم الخصم تؤدي بقوه وانت عندك مؤهلات كلاعبين وجهاز فني ان انت ان شاء الله تكون كويس جدا جدا وتخطي اي عقبه قدامك فنتمنى باذن الله باذن الله النادي الاهلي يخطي الدور ده ويخطي برضه الوداد باذن الله ويبقى موجود يحقق البطوله باذن الله. تمام سالتك على مستر مارتن لاسارتي ما نسيتش السؤال خلي بالك بس انا قلت افكرك بالنتائج الافريقيه وافكرك بالنتائج المحليه لغايه دلوقتي شايفه ازاي؟ كاداء هو لغايه دلوقتي لما تيجي تقيم مدرب اي مدرب في الدنيا كل الناس بتقيمه بالنتائج يعني في حاجات بتبقى فنيات وفي عنده تكتيك كويس جدا جدا بس ما بيحققش الهدف المرجو منه يعني مثلا مدرب بتاع وادي دجله بيلعبوا كره كويسه جدا بيبنوا الهجمه من تحت وتحس ان فرقه كوره لو حد مش مصري بيتفرج عليهم اول مره يفكرهم في الترتيب مثلا تاني تالت بالظبط انما لما تيجي تشوف على النتائج هم بعيد لان النتائج هي اللي بتفرق بس لما يكون نتائج واداء تحسب للمدرب المدير الفني الهيد كوتش هو لغايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله نجح مع النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك في السابق كسب كل المؤجلات في بعض اللعيبه دخلها بقت فورمه كويسه
يعني بيساعد اللاعبين اللي هي كانوا بعيد، بيعطاهم الثقه، عطاهم مهام كويسه في الملعب. هو ليه تكتيك معين بيطبقه على لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي اكيد تساعد اي مدرب لانهم كفاءه وعندهم مهارات وعندهم خبرات كبيره، بس هو برضو البصمه بتاعته واضحه بالنسبه للنتائج والاداء الفتره الاخيره، بدليل اللي هو الحمد لله قرب الفارق بينه زي ما قلت لحضرتك فرق نقطتين. ما كل ده جاي من ايه؟ مش من فراغ، شغل في الملعب، اداء صعب جدا، ونتيجه. النادي الاهلي عمله ده صعب جدا طبعاً. جدا على اي فرقه. كابتن ميدو لو ما يكون واحد عنده اصابات 10، انا في فرق في الدوري لو شلت، يعني في فرقه لو شلت منها ثلاثه منهم مثلا، مش عايز اقول طبعا عشان ما قللش من حد بيت اللعيبه اللي في مصر، في فرقه لو شلت منها اثنين لعيبه مش هتلاقيهم. انت واخد بال حضرتك؟ يعني في مراكز معينه اقول لك على المراكز بس ما اقولكش اللعيبه. في هاف ديفندر في فرقه لو شلته في المحور وجنبيه واحد صانع العاب، لو اتشالوا الفرقه دي ضاعت. انت تشال من عندك الديفندر وتشال من عندك محور، تشال من عندك قلب الدفاع، حراس مرمى. لا لا استنى بس اقول لك، اتشال فرقه كامله من اول حارس المرمى لغايه الفرود بتاعك. برافو عليك، كانوا كلهم مصابين. اه والله بجد، والحمد لله اتكلمت في الموضوع ده كتير. والحمد لله ان برضو الاهلي تماسك ولم الفرقه ووصلوا لحاجه اي حد يتمنى كان يوصل لها في الظروف اللي كانت حواليهم من معوقات اللي حصلت. هي رقم واحد كانت الاصابات، صدقني ده من عند ربنا برضو، ان شاء الله ربنا يشفي. اتكلم في نقطه مهمه قوي مش عايز اعديها، اللي هو شخصيه الاهلي بصرف النظر عن لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي طبعا احسن لعيبه، انا شايفهم احسن لعيبه في العالم من وجهه نظري. وهفضل شايفهم كده على طول مهما كان مستواهم ايه. لكن بتتكلم على شخصيه الاهلي، الحمد لله اللعيب اتصاب ينزل لعيب يلبس السنه الحمراء، دي اللي موجوده تلاقي الاهلي كسب. شخصيه الاهلي، شخصيه الاهلي اللي هو في المركز الاخير يا كابتن، واللي في المركز الاول والثاني خايفين خايفين الاهلي يقرب. صح. اول ما الاهلي يقرب تلاقي النتائج الدنيا خايفين. برافو عليك. الشخصيه موجوده على مدار التاريخ، ملهاش دعوه بافراد، ليها دعوه بالنادي الاهلي، اسم النادي الاهلي. الشخصيه موجوده، واي حد بيرتدي التيشيرت الاحمر بينزل كانك بقالك 100 سنه في النادي، لان انت جاي عارف ايه المطلوب منك. بياخد قوته من التيشيرت بتاعه. ما هو عارف ايه المطلوب منك. بالظبط. من التيشيرت، من جماهير النادي الاهلي والمنظومه كلها، انت بتخش تحس ان انت الاهلي بيقويك، الاهلي قوي، انت بتقوى معاه وبتقوي الاهلي طبعا بمستواك وبالتزامك بالقوه اللي عندك، بس الاهلي بيديك باور غير اي نادي تاني. اكيد. فاللي يا بخته اللي بيكون متواجد في المكانه دي. اكيد. لكن الشخصيه اللي بيديها النادي الاهلي للعيبه اللي بتمثل في عراق النادي الاهلي في التيشيرت بتاعه وفي اللون بتاعه، لازم المدرب برضه يبقى في شخصيه في نفس الاتجاه. بحيث احنا بنتكلم في حاجه بصراحه، يعني انا هفضل افتكر الموسم ده الاهلي كان جاي من تحت قوي 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 وطالع، ما كانش حد متوقع. سيبك من التوقع كمان يا كابتن، تحديات كبيره جدا. عمال تاخد في ظهرك وفي جنبك وفي وشك وبتقوم وبتنفض هدومك تاني وبترجع وبتحارب لغايه لما وصلت خلاص انت فاضل لك ماتش على ان شاء الله اعتلاء قمه الدوري العام. فشخصيه المدرب برضك اكيد كان ليها دور، ولا شايفها ازاي؟ قول لي برضك. لا شخصيه المدرب شخصيه كويسه جدا. الاختيارات في الاول النادي الاهلي كان موفق فيها جدا كمجلس اداره، لان هم لما يجي يجيبوا مدرب لازم تجيبه على مستوى عالي جدا، يكون سي في قوي، وخلي بقى السي في على جنب، شخصيته تكون قويه. يعني دوت شخصيته شايفها اقوى من المدير الفني اللي كان قبله، واخد بال حضرتك؟ بيبان سواء هو على الخط في تركيزه في اهتمامه بالمباراه في تغييراته. الشخصيه بتفرض نفسها، ما انت لما يكون المدرب اللي معاك كابتن اسم وشخصيته قويه صعب جدا ما تنفذش المطلوب منك. اكيد. صعب جدا تتراخى، مش هتلاقي نفسك لو المدرب مش قوي زي شخصيه النادي الاهلي، كان ممكن حاجات كتير سقطت منه اثناء المباريات اثناء قيادته للنادي الاهلي. فالاهلي كان موفق في اختيار المدرب ده بشخصيته القويه ببرضه السي في بتاعه العالي بامكانياته الفنيه، وكل ماذا بيتفوق اكتر كل ما بيفضل فتره كبيره مع لعيبه النادي الاهلي، هيحقق نجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه، وبرده شخصيته بتقوى اكتر ما هي قويه، لان النادي الاهلي برده بيساعده. اكيد. ولو شغال في مكان تاني وما فيهوش منظومه احترافيه كان ممكن يتعادل في ماتش يتعادل في ماتشين لا قدر الله يحصل هذا يلاقيه بره. فالاهلي زي ما عودنا وعود الناس كلها، التزام، مبادئ، قيم، دي بتترسخ في اي حد يكون متواجد هتبقى فيه الشخصيه دي. اكيد. فهو المستفيد الاكبر، لان برده هتضيف له في السي في بتاعه ان هو درب النادي الاهلي.
اكيد زي زي ما كان مانويل جيزيكا موجود. اكيد شوف النادي الاهلي ضاف له قد ايه، زي ما هو ضاف للاهلي، بس النادي الاهلي ضاف له كتير على الساحه الافريقيه والعربيه، وراح ثالث العالم وعمل انجازات كويسه جدا. اكيد اكيد النادي الاهلي لازم يضيف طبعا. اتكلمت في العموم على كذا لعيب انت سميتهم بالاسم، لكن انا هسالك على لعيب او اتنين بالكثير قوي لفتوا نظرك في الفتره الاخيره من النادي الاهلي. او كان ليهم تاثير ايجابي في اداء النادي الاهلي غير اللعب كمجاميع، مين لعيب او اتنين لفتوا نظرك قوي الفتره الاخيره؟ هو طبعا رقم واحد محمد هاني، لان محمد هاني الفتره ان شاء الله عليه، ان شاء الله عليه ربنا يحميه. محمد هاني بعض الفترات كان النقاد وجماهير وبعض الجماهير سواء من النادي الاهلي او بره النادي الاهلي ما كانوش متوقعين نوصل للمستوى العالي جدا ده، مستوى فني ومستوى تكتيك ومستوى بدني، يعتبر وجهه نظري انا احسن باك رايت حاليا موجود في مصر. طبعا لان احمد فتحي كان بعيد، قدم اداء ولا اروع. برضو كريم ندفت برضو من ضمن نفس الشخصيه متقاربه مع محمد هاني، جه من بعيد كريم كان عليه زوم لما كان بينزل ان هو مثلا هيبدا لا مش عارف ايه، لا بقى يبدا، خد مهام كتير في الملعب، تفوق على نفسه بدليل برضو الارتياحيه اللي خدها كبير جدا جدا، تجديدهم للنادي الاهلي اعطاهم باور يا كابتن ميدو، والثقه زادت اكتر ان انت لما برضو بتجدد تكون مرتاح عارف ان انت موجود من ضمن اللعيبه اللي بيعتمدوا عليها في النادي الاهلي وان انت متواجد فابدع. فمن ضمن اللي لفتوا نظري جامد جدا اكتر اتنين. انا بحييك. ولا غلط كلامي؟ لا لا انا معاك بس جداً. في ناس ثانيه ما لفتش حقها. اكيد اكيد. عوده ناصر ماهر برضو لما ابتدى يشتغل بقى اضافه للنادي الاهلي. عوده اغيم الاصابه، لان اغيم يعتبر انت ما كسبتوش، احنا متعودين ان هو لعيب كبير ولعيب محترف لازم يكون فيه الصفات دي، بس بكلمك على اللي هم موجودين من الاول، فدول كانوا بارزين قوي. طبعا رمضان وكمان دورهم بارز كمان يا كابتن في فتره انت مضغوط فيها. خلي بالك مش اي حد يستحمل الكلام ده. مظبوط. وهم سنهم صغير. عشان كده بقول لك يعني انا معاك جدا، وقفنا عند دول لصغر سنهم والضغط الفتره اللي هم تالقوا فيها. اكيد انا باكد كلامك كابتن ميدو بالبلدي، بالبلدي للجماهير كلها يعني، ان دولت شالوك في وقت كان المفروض يشيلوك فيه، فالضغوطات اللي كانت عليهم رغم سنهم الصغير اتحملوا الضغوطات وابدعوا وقدموا مردود جيد جدا جدا اللي في بعض الناس ما كانوش متوقعينه. بالظبط. فلازم دول اتحط تحتيهم كذا خط. بالظبط. ودول مستقبل النادي الاهلي طبعا مع عوده رمضان لمستواه اللي احنا متعودين عليه هيفرقوا جنب مع النادي الاهلي. حسين الشحات باذن الله الفتره اللي جايه انا متنبأ له ومتوقع له هيبقى من افضل لعيبه الكوره في مصر. حسين لعيب باذن الله جميل، لعيب عنده مميزات كبيره جدا. حسين مشكلته ان هو مشجع قبل ما يكون لاعب كوره. خلي بالك بحب النادي الاهلي جدا. الموضوع ده يحملك من الاعباء كتير جدا، انت تبقى مشجع قبل ما تكون لاعب كوره كده حضرتك عارف يا كابتن، فبقى نازل شايل كل حاجه على كتفك. صح. عايز يعمل كل حاجه. قلت له انسى دلوقتي انت مشجع علاوي، انت لعيب كوره وخلاص، انت بقيت معشوق للجماهير قبل ما انت تيجي باللي انت عملته قبل كده. كويس. انت قلت انا بايع كل حاجه واشتريت النادي الاهلي. فانسى شويه وحرر نفسك عشان تعرف تدي لعبك. صح. تدي شكلك انت. لكن هو بينزل هنكسب وانا خايف مش عارف نعمل ايه والجماهير دي ضغوطات عليه هو كتير. عشان كده ما بيأديش المطلوب منه. لو زي ما حضرتك تفضلت هيبقى مميز جدا جدا لو عمل بالكلام انت تقول عليه، يفصل ويركز في الحته دي. برضه السوليه من ضمن الناس اللي كانت مميزه جدا عليه. جدا ما شاء الله الفتره الاخيره ادى اداء جيد جدا جدا جدا. انا قلت لك اسمين بس غصب عننا مش عارفين نقول اسمين. ما ينفعش ايه احنا مش بنجاملهم، لازم تدي كل واحد حقه. شناوي هتلاقي شناوي وبقيه الناس بقيه شريف لما جه لما انت احتجته لقيته. بالزبط. قبل ما يتصاب. بالزبط. علي لطفي معلول يعني برضو ايه تفوق على نفسه. ايمن اشرف كل سعد سمير هو معلول يبعدوا عن الحته الدفاعيه هتلاقيه ما حصلش. كابتن التلت الاخراني ما تحطوش في الحته الدفاعيه. التلت الاخراني بتاعه في الحته الدفاعيه. التلت الاخراني بالظبط كده بتاع معلول. انت كنت تلعب في الحته اللي فوق، انا كنت بلعب في المكان اللي فوق. ده عشان تبدا فيه لازم تتحرر، ما تاخدش ضغوطات عليك في الحته الدفاعيه. في مباراه دفاعيه تكتيكيه تكون مع المنتخب مع النادي بتلعب فريق قوي جدا جدا هيبقى تطلع فوق بحساب، انما الماتشات اللي هي بتبقى في المتناول اديله التلت الاخراني وحرره. شفت المباراة الأخيرة ولازم نثني على مين في الحتة دي يا كابتن؟ دي بتاعة الهيد كوتش. لا يعني بالنسبة للتألق الواجبات ما دي بتاعة المدرب. لا أنا ماشي أنا معاك، أنا بتكلم في جوه الملعب بقى. المدرب عمل خلاص وقال تعليماته وقال تشكيلته وقال الأدوار كويس،
عشان تتحرر علي معلول هتدي واجبات دفاعيه كبيره جدا للي هو بيلعب الطرف الثالث اللي هو رمضان او حد من الديفندرات. اكيد واحد من الاثنين محور او حد من الطرف الثالث اللي هو قاعد بيهاجم وحاطط رجل على رجل ان في اثنين ورا مش هي... في مسانده بالظبط كويس فلازم برضو نثني على دور رمضان بصراحه حاجه ما شاء الله ما شاء وفي الله وفي حته تكتيكيه ممكن ما حدش واخد باله منها. اتفضل. اكيد لا حضرتك واخد اغلبيه اللي في مجال الرياضه اكيد واخد باله منها. لما انت بتيجي تلعب اي فرقه بتلعب بفرد واحد ممكن احنا بنلعب اثنين في قلب الدفاع، ايمن اشرف ممكن يتنطر على الشمال بياخد بيقابل الراجل بالزبط. بيبقى معلول فاضي بيشتغل في الحته دي لان اللعيب اللي فوق هيقابله واحد فوق من عندنا لما ياخده ويخش لجوه ما في خلق مساحه لمعلول اشتغل فيها يعني كان مميز جدا المباراه الاخيره اكتر من جمله. انا بشوف الاجوان ما بشوفش ساعه تسجيل الهدف احنا بنركز بدات منين الهجمه بالزبط. في كوره ايمن اشرف لرمضان لمعلول الكروس اتعمل اتلعبت مروان جون لما يكون انت تجيب جون ويكون اربع لعيبه مشاركين فيه ده تكتيك عالي جدا جدا من المدرب في ابداع من اللعيبه بس برضو يكون في تحرير في بعض الوظائف انما انت لو جيت الزمتني بحاجه معينه هتبقى كلها دفاعيه صعب يا كابتن ميدو ان انا ادي بقوه جدا في الحته اللي فوق لان مطلوب مني مهام فهو هو عشان مميز لعيب محترف وبعدين الاوفر ما شاء الله الاختراقات وبعدين في يعني هو بصراحه وبعض في لعيبه في مصر بيبصوا قبل ما يلعب الكره بالعرض فلما تبص تطلع نموذجيه سواء كانت على الارض لازم طبعا الكره الحديثه يعني بشوف جوارديولا لان دايما جوارديولا هو بيحب الحاجات دي المثل الاعلى بتاع في التدريب عموما يعني ولا المثل الاعلى جوارديولا لو الطرف ايا كان بقى لان مش شرط الباك ليفت اللي يوصل او الباك رايت اللي يوصل ايا كان اللي بيوصل في المكان ده لازم يرفع عينه ويبص ويديها لحد احسن يا اما بيروح راجع تاني بالكره مدورانه لغايه لما يرجعوا لنفس المكان يشتغل مع حد يعمل كام باص مجرد ما تفقد الكره هتتعب عشان تجيبها تاني لان عشان تعمل اوفر ومحدش مكمل يبقى انت كده عملت ايه حاجه روتينيه الف بي واحد امشي يروح لا دلوقتي لما تبص حد جاي من تحت الراجل الفيرو قطع القريب يبقى انت شايف الباص بيطلع ازاي في بعض اللعيبه في مصر برضو بيعملوها كويس جدا بصراحه على العرض القريبه على حد جاي من تحت من اللي بيكمله فدي معلول متفوق جدا جدا محمد هاني عملها بامتياز الفتره الاخيره محمد في بعض المباريات اقول لك سجل فيها محمد هاني ما شاء الله عليه لو بيعمل دبل باص ويروح هو يكمل محمد هاني بيهاجم ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله ربنا بس يبعد عنه من الاصابات بيهاجم ويدافع بيعمل الدورين بس محمد هاني لسه للسن ولسه بقى هيستوي هيبقى زي فتحي الناس دي مش من فراغ عدد المشاركات كتير سواء الافريقيه العربيه دوري كاس وطالما الفريق في الملعب هيعلى هيعلى وبعد كده هيبقى حافظ المكان ده من غير يعني هياخد مهام من المدرب بس هيكون عنده اكتر من المدرب بيقول عليه وعندك فتحي وعندك باسم كمان حاجه جامده وباسم انا نسيت باسم برضو فتحي في الناس اللي موجود بقى خلاص حرروني بقى لنص الملعب لان فتحي اساسا حياته في نص الملعب مش في الطرف اليمين خلي بالك كان بيلعبها في الاسماعيلي وفي منتخب مصر لعب شويه والنادي الاهلي لعب اجوان في النادي الاهلي في الحته الدفاعيه اكيد ومنتهى جوزيه وكابتن حسن شحاته كل الناس حتى في اسماعيلي كان بيلعب ساعات في نص الملعب اللعيب اللي ما يكون بيريحك لما يكون عنده حلول وعنده اكتر من مكان انت بتعتمد عليه ده ما بيطلعش من التشكيل صعب تشيله بالظبط هتلاقيه باك رايت نص بالزبط. ملعب حطيته في طرف فيما فاكر ماتش الجيش كان راس حربه وراح الجون ده جاب لنا الدوري اللي حطاه بيمينه جاب لنا الدوري في الاخر كنت في الاستاد يعني هو احمد عنده ما شاء الله ربنا يرجعه بالسلام كان في الكليه الحربيه ايوه برافو عليك بالزبط. فان شاء الله اي حد بيبقى اضافه للنادي بيكون مصاب بيرجع باذن الله بقوه المراكز يبقى فيها واحد واثنين وثلاثه بتدي ارتاحيه للمدرب ولينا احنا كجماهير تبقى انت مطمن على فرقتك دلوقتي الجماهير الاهلاويه على السوشيال ميديا يا كابتن يقول لك خد قلبي يا ازار جايبين كده رسم كاريكاتيري واحد بيطلع قلبه يقول لك خد قلبي يا ازار فالجماهير تعرف جماهير الاهلاويه طبعا دماغ خفيفه قوي ما عادش عندنا قلوب نتدلع ده من كتر لما الحمد لله رب والشكر لله ان انت بقى عندك اجهزيه واقناع في نفس الوقت يعني ازارو ازارو الجماهير كلها هداف النادي الاهلي اول ما ازارو كان بس يجي له حتى شويه برد ازارو دلوقتي مروان نسى شويه ازارو مش نساهم من يعني قصدي يعني انت عارف تعبير نساهم انا فاهم عليك فاهم عليك عندنا مروان هو اللي في الصوره دلوقتي عندنا مروان ما شاء الله عندنا ازارو عندنا صلاح محسن ان شاء الله يرجع برده لعيب قوي اضافه جداً. اضافه برده بعدها رمضان عندنا حسين الشحات عندنا محمد هاني عندنا علي معلول عندنا السوليه عندنا ناصر ان شاء الله ان شاء الله ربنا يبارك فيهم سليمان جاي الاجهزيه الكثير لعيبه الحمد لله رب اللي احنا كنا بنتمناها من زمان هتدي دافع كبير قوي في مباراه
القمه اللي جايه. اكيد، ما زي ما احنا الفتره اللي فاتت ظلمنا كلنا فيها بما فيهم الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي رقم واحد، ان كل الناس دي كانت بعيده من اصابات، من عدم جوزيه، يعني ما كانش لسه بدنيا بعض الناس حتى اللي خارجين من اصابات. دلوقتي الحمد لله، الحمد لله لما يكونوا كلهم في فورمه كويسه عاليه جدا تقدر تحيي المدرب في اختيار التشكيل المناسب. حته ان مروان يلعب او ازارو او محسن صلاح محسن دي بترجع للمدير الفني، بس احنا اتعودنا في النادي الاهلي وفي اي نادي تاني اللي بيركب كابتن ويكون ماشي كويس صعب جدا تشيله، بيموت على المكان، بيموت على المكان بالزبط. يعني دلوقتي لو احمد فتحي موجود كل التقدير والاحترام ليه وبتخيرني، ومحمد هاني ممكن محمد هاني يلعب لان هو اللي ماشي كويس جدا جدا، بس لو في حاجات مهام تكتيكيه المدرب طالبها ممكن يشيل ده ويحط ده بالزبط. وله التقدير والاحترام لان هو المدير الفني بالزبط. وعارف التكتيك اللي هحطه مين اللي هيطبقه. فممكن تتفاجئ تلاقي ازارو في مباراه الزمالك ينزل ان شاء الله يكسبنا، ممكن مروان ينزل يكسبنا، فدي ترجع للمدير الفني لان اكتر واحد معاشره أكيد. ومعايشه أكيد. تدريبات ان هو قريب من اللاعبين، بس دي بتبقى تطمنك وتطمن النادي الاهلي وجماهيره ان يكون عندك اكتر من عنصر اساسي في المركز بتاعه، غير ما انت تكون داخل على قمه زي دوت ويكون عندك وبتدور على اللعيبه بتدور على حارس. سافرنا افريقيا مره معانا 14 لعيبه الله ينور عليك. فدي بتدي طبعا ارتياحيه للمدرب وان شاء الله باذن الله باذن الله الجهاز الفني يبقى مطمئن وهو بقى يحط تشكيل مناسب للمباراه، وزي ما عودونا ان شاء الله يفرحوا جماهيرنا باذن الله ونكسب باذن الله ان شاء الله. اجهزه لعيبه كتير كمدرب ممكن تدي لك افكار ان انت تغير بعض المراكز، يعني استغل صلاح مثلا، يعني مثلا استغل صلاح محسن انا مش هلاعبه، استغله كطرف، استغل مش عارف مين باك رايت خليه ديفندر، استغل مساكة، يعني ممكن تخليه يفكر في الحاجات دي بحيث ان انا مبقاش عندي لعيب قوي جدا وانا مش عارف العبه لان اللعيب اللي بيلعب في مكانه ماشي كويس. وجهه نظرك ان هم يشاركهم في مكان غير مركزهم في العموم ان يشاركهم في مكان غير مركزهم عشان يبقى ليهم مكانه بالظبط، لان انت بس بشرط الاجاده اكيد الاجاده في الحاله العامه وفي الحاله الفرديه، بس شرط الاجاده حسب ظروف المباراه ومتطلباتك ايه من المباراه. يعني في مباراه تبقى قويه جدا جدا صعب تنزل واحد في مركز غير مركزه. اللي حضرتك بتقول عليه ده ممكن يحصل امتى؟ لو في عندك مساحه كبيره مباريات كتير جدا جدا، بس لازم تجربها في مباراه وديه او مثلا انت تكون ضمنت أكيد. البطوله اكيد او ضمنت البطوله بفرق خمس ست مثلا مباريات معاك مليون في المية تلعب بقى. ما ينفعش اجرب في الله الملعب. ينور عليك زي اللي انا خدتها على تكيس وادي دجله كان جرب كتير في الاول جوزيه وخسر لغايه لما وقف على رجليه تاني. جوزيه عملها كان فرقه بين الزمالك نقاط كبيره وخد البطوله، كل ما كانوش بيلعبوا بقى يلعبوا، حتى جه فتره ساب الفرقه وسافر وساب الفريق للكابتن حسام بدري في المباراه دي بس خلى وائل جمعه بس يعني وائل هو اللي كان موجود من الناس اللي كانت موجوده الاساسيه. فدي المدرب هو امتى يغير وامتى يجرب في المراكز لازم يكون عنده عدد مباريات كبيره ما تكونش مهمه للنادي، انت بتنافس ما يجربش في فتره انا محتاجها. الله ينور عليك الله ينور عليك بالظبط. بس ممكن بقى فتره الاعداد انا في لعيب كويس جدا جدا مش عايزه يبعد، يعني كلامك ده هيرجعني كتير. انا لعبت مع النادي الاهلي باك رايت، انا مش مكاني، انا فاكر كنا بنلعب جمهوريه شبين فاكر والله في كاس مصر وجبت جون كسبنا 4 كان في استاد القاهره، فعايز اريح ابراهيم راح ملاعبني الله يمسيه بالخير مستر فايتس. فدي مدرب مدرب طبعا ابراهيم ايه ما حدش يلعب عليه يعني ممكن ياكلك لا عبد الجليل رقص الفرقه كلها واداني جوه الجون، مش قصدي انا بتكلم على ايه الله لان انت عندك كوره والله يرحمه كان في مدرب في نادي البلاستيك الله يرحمه لازم اتذكره بالخير لعبني باك رايت قدام النادي الاهلي في ملعب المقاولين. مين اسمه ايه تفتكر؟ اسمه محمد عماره كان مدرب السكه الحديد لازم نقول اسمه ومدرب نادي البلاستيك طلع عمالقه في نادي البلاستيك، لعبني قدام نادي الاهلي كان ماسك النادي الاهلي كابتن جوهري في استاد المقاولين العرب وكنا متعادلين مع الاهلي 1-1 اخر ثانيه في الوقت الضايع محمد سيد جاب جون لعبت باك رايت. فانت لما يكون عندك كوره بالمدرب ممكن يختار لك بالزبط. تبقى متواجد بس بالزبط. مدرب ما يجيش يجازف حطك مباراه كبيره ولا واحد في المليون ولا واحد في المليون دي انت عايز بطوله وبعدين سمعه فريق ما ينفعش تجرب انت مش حاجه تجرب بالزبط. انما زي ما اتفقنا في الاعداد جرب زي ما انت عايز خدت البطوله وعندك ارتاحيه جرب زي ما انت عايز 6 ماتشات وحصلت ان شاء الله تيجي في المواسم اللي جايه وممكن الموسم ده تسبق الخصم اللاعب اللي انت عايز تلعبه. قلت عبد الجليل رقص الفرقه كلها قدام عبد الجليل كان لعيب ما شاء الله كان معانا مره كابتن فبقول له
بقول له هسألك سؤال، قال لي عارف. آه. انا عارف هتسألني ايه. قلت له طب اسألك ايه؟ قال لي هتقول لي لو الايام رجعت بيك تاني اجيب خيمه واقعد في الملعب مش هطلع. طبعا. اه والله طبعا. بص يا كابتن، لما بس ساعات بنندم في اوقات خلاص الندم مش هيجيب فيها حاجه. مش بص، اللي بيبعد عن الملعب بيبقى فقد حياته كرويه. سيبك من انت تبقى بعيد تحلل اعلام، لا الملعب دي حاجه تانية خالص، حاجه. وبالذات لما تكون بتلعب في مكان اي حد يعني يحلم بيه. نفسك كمان يا كابتن لما تبقى حد قوي جدا وتاثر في حق نفسك، بيجي بوقت بتندم فيه بقى على كل اللي فات، بس خلاص للاسف الندم مش هينفعك في حاجه. ما دي بقى كابتن ميدو نصيحه لكل واحد اللي بيلعبوا حاليا. بالظبط. تذكروا كل اللعيبه اللي بطلت كوره كانوا لعيبه الواحد ب 100 فرقه في كل الانديه المصريه، وبقيت خالص عن الساحه لان هو اللي بعد نفسه. بالظبط. فالمفروض اللي في مكانه كبيره وبالذات مكانه زي اللي انت فيها، امسك بيدك واسنانك لان مش هتجيلك تاني. بالظبط بالظبط. يا رب يا رب يا رب يوفق اللعيبه كلها. يا رب يسمعوا. انا بس التاريخ يعني، بس الذاكره جابتنا. لا طبعا. لان حاجه يعني موضوع خلانا اتطرقنا ليه كان بعيد. لا طبعا. انا اسف يعني طلعنا بره الموضوع. واللعيبه، لا احنا بنتكلم في كلام مهم يا كابتن. اللعيبه اللي حضرتك بتقول عليها، اللعيبه اللي بتمتلك مواهب فذة ومواهب مش موجوده اصلا وياثروا في حق نفسهم، انت بتزعل. طبعا انت بتزعل. طبعا. الحمد لله يعني بنتكلم على امثله، بنتكلم عن نماذج زي صالح جمعه. الحمد لله صالح رجع وملتزم بقوه. ده كابتن صالح. صالح كان عندنا في انبي هو وعبد الله، كنا بننزلهم نقعد نتفرج عليهم احنا كمدربين يا كابتن. ننزل صالح وعبد الله نقعد نتفرج عليهم. امام كان بيقول لي امام محمدين. لا, 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 لا انت بتشوف اما تشوف صالح وعبد الله بقى وهم قبل بقى ما يروحوا اهلي كانوا جايين من العريش. من جنوب. مش كده؟ من جنوب. صح. تقعد تتفرج احنا بنستمتع بيهم. عبد الله كان بينزل ياخد الكوره يحطها جون، ياخد الكوره مثلا من المساك يروح يرقص الفرقه يحطها جون. عبد الله جمعه. عبد الله. صالح. عبد الله. صالح جمعه حاجه يعني، لسه جماهير الاهلاويه ما شافتش صالح. بس هو بدا. هو عنده كابتن. بدا قال لي، هو قال لي كان هنا في القناه عندنا كنا مستضيفينه، قال لي خلاص انا خلاص. وكان فعلا اول مره اصدقه. وفعلا دلوقتي صالح ما شاء الله تشوفه ما تعرفوش. انا شفته في النادي قلت له انت مين؟ هو خس خس بيتمرن كويس جدا. هو عايز بقى فرصه. صالح. هي كابتن الكوره في ملعبه، كوره في ملعبه، ما حدش هيساعده. هو ان شاء الله بصراحه مرن كويس. نماذج جميله قوي قوي. مرن كويس صالح، اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. هو شايف المركز يعني بيكون متواجد هيفرق مع النادي الاهلي، بس هو اللي يساعد نفسه ويجتهد ان شاء الله. وانا شايفه في النادي بشوفه على طول خس وبقى فورمه كويسه جدا جدا. اكيد. ومدرب على طول بيكلمه مهتمين بيه اهتمام كبير يعني. اكيد اكيد. وبصراحه لسرتي كمان في حته المعامله مع اللعيبه بيفكرني بمستر مانويل جوزيه. يعني بيفكرني بمستر مانويل جوزيه في المعامله مع اللعيبه، بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه، ودي اهم حاجه في المدرب شخصيته. تتعامل مع اللي حواليك ازاي. اللي بره يبقى قاعد مبسوط وهو قاعد بره، واللي بره خالص مقتنع ان هو بره خالص، مش قاعد بقى ضرب بوز على الدكه وقاعد بره. دي تحسب للكوتش اكيد، عشان بيقعد فتره شخصية. كبيره كابتن ميدو بيقعد فتره في النادي كويسه. انا بشوفه على طول متواجد في النادي الاهلي. انا بشوفه ما بيجيش قبل التمرين بنص ساعه ولا لا، ممكن يجي بساعتين ثلاثه. والله يا كابتن هي شخصيه دي تفرق. ولو مدرب ما عندوش الشخصيه دي لو قعد في نادي شهرين اساسا قبل التمرين. هي شخصيه، موهبه من عند ربنا بتجي عشان تحس باللعيب. بالظبط. ويشوف مين اللي ممكن قعدتي معاه يعرف يكلمهم ازاي، اطلعه اللي هو فيه زي صالح، يقعدوا معاه ويقعدوا مع بعض اللعيبه الثانيه، وان شاء الله باذن الله يكونوا في احسن حاله ويكونوا اضافه للنادي الاهلي. يا رب يا رب. تعالى، عايز تتكلم عن النادي الاهلي في حاجه ثانيه؟ لا، النادي الاهلي بس بتمنى له التوفيق الفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله يرجع لمكانته الطبيعيه، ويكون التوفيق حلفنا في المباراه اللي جايه باذن الله. يا رب يا رب. هم دايما زي ما احنا اتكلمنا يا كابتن، هم مدينا ثقه فيهم ملهاش حدود. احنا مهما الاهلي بقى عنده 14 لعيب، عنده 10 لعيبه، هيلعب ناقص لعيب، احنا هم ادونا ثقه كجمهور ان انت تنزل تكسب. ادونا ثقه كجمهور ان انت لازم تاخد المركز الاول في الدوري، تاخد افريقيا. عشان كده لما بنروح افريقيا وبنطلع منها، نطلع منها ايه؟ خلي بالك، نطلع من البطوله من دور نهائي، توصل نهائي تاخد مركز ثاني. طبعا بنبقى هنموت. صح. احنا لان احنا اتعودنا ان احنا نشوف على الاول الكاس في ايد اهلاوي. صح. على الاول والبطوله اللي هي تبقى طموحات الجماهير، وهم جماهير عندهم حق مشروع هم اتعودوا عليه، فما ينفعش تخلف معاهم. اكتسبوه خلاص. خلاص حقهم اكتسبوه. ربنا يا رب دايما. يا رب يا رب يا رب كده. شايف اختيارات المنتخب الاخيره ايه؟ شايف شكل المنتخب مع اجيري ازاي؟ هو اجيري الفتره الاخيره انا شايفه ان هو نازل بالاعمار شويه، فدي طبعا ممكن تكون، مش ممكن، اكيد باذن الله تكون ايجابيه. حتى وبرضه بيبتدي يدي فرص، هيدي فرص للناس اللي هو مثلا ممكن تكون ما شاركوش قبل كده، ان عايز برضه ان ماتش النيجر الحمد لله احنا صعدنا، احنا وتونس صعدنا، فالفتره اللي جايه لازم يدي فرص. انا انبسطت جدا ان هو ريح صلاح
وحجازي الفتره اللي جايه مش هيكونوا متواجدين. الناس اللي هي واخده مثلا الناس اللي هم الصغيرين يديهم فرصه كويسه، لان انت داخل على بطوله امم افريقيه. انا شايف برضو في الاختيارات، في الاختيارات حتى في ناس ما خدهاش، انا متاكد ممكن ياخدها بعد كده. يعني انا متاكد احمد فتحي ده لو موجود كابتن وبيلعب ممكن ياخده، ممكن ياخده. الناس اللي خدها زي مثلا محمد هاني والناس دي عايز يبقى ليهم دور يلعبوا. الناس اللي خدها الصغيرين ياخدوا فرصه كويسه، لان انت مطلوب منك احلال وتجديد في المنتخب. المنتخب بتاعنا منتخب قوي، منتخب كويس، احنا عايزين نرجع للتصنيف زي ما كنا واخدين ثلاث افريقيا قبل كده. فانا شايف انه واخد سياسه كويسه جدا جدا الفتره اللي جايه، بس نفسي يشارك بعض اللعيبه الصغيره. المباراه اللي جايه دي انت صعدت، فما يبقاش بقى يبقى خايف. نيجر ونيجيريا، مباراه نيجيريا مباراه قويه جدا، لو عايز يشارك حد من الجداد يشاركه ياخد فرصه، ولا يلعب بالفول تيم بتاعه ويشوف هو وصل لغايه فين. ما هو الفول يعني الفول تيم بتاعه هو متعود عليه وشافه قبل كده وليهم مشاركات كتير مع المدير الفني. لا شوف التانيين عشان تقف على حال كل واحد، لو في واحد عندك ماتشين تراهن عليه. تمام. نيجر ونيجيريا انا عايز العب كابتن ميدو. طب العبك ازاي؟ الماتشين دول ممكن يخلوا لعبك بعد كده واعتمد عليك. ما يجيش ان انا ابقى عايز يبقى فيه مشاركات، لا اصل انت ما لعبتش قبل كده. ما هم دول هيبقوا يعني ايه اكتر اختيار، اكتر اختبار ليك تشوف فيهم لعيبه كويس جدا جدا جدا. وانا شايف هيطلع من المباراتين دول بمكاسب كبيره اكيد. حته الحراس يعني برضه انا صعب عليا، كنت لسه اقول لك عامر. عامر لان من الحراس المميزين جدا في مصر، وانا بتمنى له الشفاء لان كان مميز، هو اللي سبب اللي مخلي الانتاج في المكانه دي بالزبط. مع زمايله طبعا، وكان عامل حاله كويسه مع كابتن مختار، فربنا يشفيه يا رب في المنتخب برضه يا رب. والموجودين ربنا يوفقهم، وان شاء الله المصابين يرجعوا تاني ويرجعوا المنتخب. يعني اللي بيتعب قوي زي عامر كده انا بوجه له رساله، يعني ما تزعلش، الحمد لله على كل شيء. ما تعرفش انت فعلا دي حقيقه ولازم كلنا نؤمن بيها يا كابتن، ما نعرفش اللي جاي ايه. كان ممكن اللي جاي يبقى اوحش واصعب، كان ممكن تلعب وتقف وكان شكلك يبقى وحش قوي. وما يتوفقش بالظبط، لا شكله يبقى وحش قوي كمان لدرجه الناس يقول ايه هو ايه عامر اللي... فربنا ساعات بيبتليك بحاجه عشان يفاديك من حاجه اكبر. ما كابتن انا اسف اقطع حضرتك، يبص لمحمد محمود جاي النادي الاهلي بالظبط، منتخب مصر بالظبط، بص في قمه التالق ومكسر الدنيا، وكان لو كان كمل مش هيقعد، مميز جدا ومنتخب كمان عنده طموح غريب، وفي المنتخب بيعتمدوا عليه من بالزبط. الاساسيات. فلا قدر شوف يعني الاصابه ان شاء الله باذن الله عامر يبص اللي حواليه ما يزعلش، ان شاء الله يرجع تاني وربنا يشفيه باذن الله ويرجع للمنتخب تاني. يا رب يا رب ان شاء الله. والف سلام عليك يا عمور، ربنا يشفيه يا رب. شايف مين اللعيبه اللي تستاهل فرصه قوي في المنتخب وما اتاخدتش من في الدوري المصري عموما؟ لا انا رقم واحد ناصر ماهر. ناصر كان نفسي يتاخد لان كان ماشي كويس جدا الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، لما بيتاخد دي بتفرق معاه طبعا. مش عايز انا برضو في لعيبه كتير في انديه تانية، بس انا من عادتي يا كابتن ميدو لما بطلع في اي حته انا ما بحبش ايه افرض عليهم ما يفكروا، لا 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 احنا بننقدهم خالص خالص. انا بقول بسيب حته كده واي حد يكمل. الرؤيه الفنيه للمدير الفني بتاع المنتخب. ليه بقى بلخص دي يا كابتن ميدو؟ خلي بالك يا كابتن برضه انا بسالك اسئله. اتفضل. بسالك اسئله تفضل. الناس هي مستوعبه احنا بنتكلم ازاي عليها. لو في حد بيستوعب الكلام غلط مش هسالك عليه. انا مش قصدي يا كابتن، اكيد بتتكلم كابتن هاني ورمزي بتتكلم طبعاً. حد شخصيه كبيره جدا طبعاً. اكيد هو عارف احنا بنتكلم عليه. ما انا عشان كده ايه انا ليهم كل التقدير والاحترام، بتكلم بالعموم وما بعملش مفردات. ليه بقى؟ عشان الناس تحترم بالنسبه ليهم هم، عشان ما فيش حد فيهم يزعل من الاجهزه الفنيه، من اول مدرب الحراس لحد الاجهزه الفنيه او اللي في الاتحاد الكوره. بقول الرؤيه الفنيه الاولى للمدير الفني، لو اختياراته صح هيبقى في انجازات وفي ايجابيات، اختياراته غلط هيلاقي نفسه بره هو الجهاز اللي معاه. اكيد ولا كلامي غلط مزبوط. ففي اي حد مميز هيضم واكيد هيبقى اضافه للمنتخب. بتمنى، بس انا قلت ناصر ماهر كان ماشي كويس جدا جدا الفتره الاخيره وكان هو اللي كان قريب يعني لازم يتاخد. طب في لعيبه شايفه ان هي هيبقى ليها دور في كاس الامم الافريقيه، ليها بوابه احتراف متعشم فيهم خير ان هم يكون ليهم تجربه احترافيه كبيره من بره مصر؟ اكيد انا مراهن على محمد هاني. محمد هاني مراهن عليه ان شاء الله باذن الله لو مشي زي ما هو مشي مع النادي الاهلي هيتنقل نقله كبيره جدا جدا جدا. لان عنده كل المقومات يا كابتن ان هو يحترف بره. بتاع الاسماعيلي اللي هو المدافع نسيت اسمه مين، اللي هو اللي مساك مش متولي، لا اللي جنبيه
مين يا جماعه ملونا بسرعه؟ ده لعيب كويس جدا جدا. باهر؟ اه باهر. شفت باهر؟ اه باهر. اه وراح على بالي سقط مني معلش. كابتن سيد طبعا الاسماعيلي ده نجم كبير الاسماعيلي ليه كل التقدير والاحترام. هينورني بعد الاسماعيلي واجهه مع الاهلي والزمالك للكره المصريه ومن الانديه اللي احنا بنحبها جدا جدا يعني. باهر من الناس اللي برضو مستواه كويس جدا جدا ممكن يجي له فرصه احتراف، بس دي ترجع ليها يا كابتن للعيب المستوى يكون فيه ثبات وفيه قوه زي ما هو بيأدي كده يأدي مع المنتخب والمباريات هي اللي بتعليه. بدول من ضمن الناس اللي ممكن ان شاء الله يكون ليها دور في الاحتراف بس يكونوا اساسيين ويأدوا بقوه زي ما بيأدوا مع انديتهم. اكيد محمد هاني كنت بتكلم عليه من سنتين يا كابتن. كنت بتكلم ان محمد هاني يا جماعه ازاي ما يلعبش؟ من سنتين بتكلم كنت لسه كنا بنحلل في قناه الاهلي برضو في اللوكيشن القديم فكانوا يقولوا محمد هاني ابنك وقريبك. لا انا كنت شايف ان هو لعيب كبير جدا. زي ناصر زي احمد حمدي زي لعيبه بتبان قوي ان هي لعيبه كويسه. فان شاء الله كل التوفيق ليهم. وزي حقك وجهه نظرك برضو انت راجل بتاع كوره حقك يكون ليك رؤيه فنيه في حد وتتمسك برايك او رايك جيب محله ان هو لما لعب يعني اكد كلامك فانت كنت مراهن على حاجه كويسه ان هو من الاعمده الاساسيه في النادي الاهلي وان شاء الله يكون في منتخب مصر يا رب يا رب باذن الله. تعال نشوف تقرير عن راي الجماهير في قرعه الاهلي الافريقيه ونرجع نكمل الحوار. اكيد اتفضل. هي قرعه كويسه ومع فريق كويس يعني سان داونز قبل كده في كانت ثلاث مواجهات واحنا خلصناها لصالحنا وكده فباذن الله يعني بتمنى ان احنا نعدي من الدور ده عشان خاطر نوصل لنص النهائي باذن الله. انا شايف القرعه عادي ما فيهاش اي حاجه والاهلي لو وقف مع اي فريق عادي الاهلي كده كده هيفوز باذن الله وهياخد البطوله. انا شايفها قرعه متوازنه وكمان ان الاهلي يعني هيلعب مع سان داونز هو سان داونز يعني ما عرفش يكسب الاهلي في المباريات اللي لعبها معاه فده برضو ممكن يبقى دافع كويس للعيبه النادي الاهلي. انا شايف ان هي قرعه تمام وان شاء الله الاهلي هيصعد على سان داونز. القرعه والله الاهلي سان داونز فريق كبير بس احنا في الماتشات اللي بره نركز شويه الاوي جيما بيجيبار وسيمبا وفيتا كلوب كانت النتائج ونفس الوضع برضه في البطوله اللي فاتت مع الترجي وقابله اتحاد العاصمه. فبره الاهلي يركز انه النتائج بره والدفاع. الدفاع لو رجع رامي ربيعه هيفرق معانا كتير. القرعه يعني حلوه شويه بس انا فريق سان داونز مش هننسى طبعا اللي عملته مع الزمالك هنا في مصر. ان الزمالك برضه كان غالب هناك على ارضهم. وجم هنا اتغلبوا بس يعني هي ماشيه مع المدير الفني الجديد مانويل لاسارتي يعني هو مدرب حلو وفكره حلو وان شاء الله يعني البطوله لينا يعني افريقيا اهلي والتاسعه اهلي باذن الله. الاهلي معودنا يعني ما فيش حاجه بتقف قدامه وربنا يوفقه باذن الله والاهلي ده احسن فريق في افريقيا والقرعه الحمد لله صعبه شويه بس ربنا يعني ربنا يوفق الاهلي باذن الله. أهلا بحضراتكم من جديد. لو سألت أي حد من الجمهور أقول لك إحنا كلنا ثقة في النادي الأهلي مهما كان المنافس مين، لكن في ناس متخوفة من سان داونز لأن عارفة سان داونز فريق قوي جدا، فريق مش شرط إن هو يلعب بره أرضه أو جوه أرضه، هو فريق ليه شكل وليه أسلوب وليه ستايل معين. أنت واثق قلقان من إيه؟ شايف الحالة الدفاعية بتاعتنا، الحالة خط الوسط بصفتك طبعا كنت لعيب كبير في الحتت دي، شايف الدنيا إزاي؟
لا انا طبعا التقرير كويس جدا، الناس قلقانه من منافس قوي ان هو صن داونز، بس طبعا احنا عندنا ثقه في ربنا كبيره ثم في لعيبه النادي الاهلي ان هم يتخطوا الدور ده باذن الله، ونلعب ان شاء الله مع الوداد او الحريه الكيني. حته بتاعت خط الظهر او نص الملعب، الحمد لله عوده ياسر ابراهيم وعوده سعد سمير وايمن اشرف، دول بيبقى قوه ضربه في الحته دي اللي هي كان فيها اصابات قبل كده، كنا الظروف كانت خارجه واحد. كان الظروف خارجه عن المدرب. حته برضه الوسط بوجود السوليه ونيدفيد والاطراف عوده علي معلول وجوزيه هاني، لا انا مطمن ان شاء الله نص ملعب النادي الاهلي ودفاع النادي الاهلي وحراسه المرمى في النادي الاهلي، وباذن الله المهاجمين والناس اللي تحت المهاجمين. الاهلي الحمد لله وصل لجهوزيه كويسه، نتمنى من الله التوفيق ليهم الفتره اللي جايه، وان شاء الله يحققوا امال جماهير النادي الاهلي الكبير يعني. يا رب، وانا بتمنى لك التوفيق يا كابتن دايما. اشكرك كابتن ميدو، انا كنت سعيد جدا ان كنت موجود معك. ربنا يخليك يا رب. حبيبك، اشكرك شكرا جزيلا، بتنورني وبتشرفني. الله يحفظك، وبستمتع بارائك بصراحه. الله يخليك، اشكرك جدا يا كابتن. اشكرك. بعد الفاصل معايا النجم الكبير الكابتن سيد بزوكا، نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لقطاع الناشئين بنادي الاسماعيلي. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله، ونورني وشرفني نجم من العيار الثقيل كابتن سيد بزوكا، نجم الاسماعيلي ومنتخب مصر السابق ومدير قطاع الناشئين في الاسماعيلي. منور الدنيا يا كابتن. اهلا بيك حبيبي. زعلان ليه؟ لا مفيش زعل ولا بجد. لا يعني تخيل انت بتلعب 7 بطولات وانت في الشارع، يعني تخيل انت طبعا كله في حب مصر وكلنا جايين نخدم مصر، تبانك فسلمنا للنادي الاسماعيلي، تسلم للمنظمين بتوع البطوله، ما فيناش ولا موظف ولا مجلس اداره ولا لعيب، وبنلعب 7 بطولات مش لاقيين حته نقعد فيها، كل موظفين نادي مجلس اداره بره، احنا المدربين كلنا بره، بنقعد في الشارع مش لاقيين مكتب نقعد فيه، لانه سلمنا النادي كله، النادي كله اتكسر. فبناش سياده المحافظ سياده اللواء حمدي عثمان، بنقول له يا سياده المحافظ نادي الجوهره احنا كنا فيه قبل كده، ادينا النادي نقعد فيه، ما احنا كلنا بنخدم مصر. ويا سياده المحافظ انت محافظ اسماعيليه، انت رئيس جمهوريه اسماعيليه، محافظ اسماعيليه هو رئيس جمهوريه اسماعيليه، فبنجده نادي الجوهره، يعني عندنا مجلس الاداره على قدم وساق كل يوم في نادي النخيل، نادي النخيل لسه ما استلمناهوش، بناشد برضه الوزير الشاب الرياضي المحبوب اللي هو بيميل شويه لنادي الاسماعيلي الدكتور اشرف صبحي، لا مع الوزير يا ريت النادي النخيل يخلص وتحاسبوا الراجل بتاع المقاول عشان نستلم نادينا، لا حتى نقعد فيها، انا بلعب 4 جمهورية وثلاثة منطقة. تمام. اقسم بالله ميديا، وبنقعد في الشارع، بقسم بالله لا حتى بنقلع فيها ولا حتى بنقعد فيها، وبنقابل اللعيبة في الملعب ونستنى فرقة تاني، مش ممكن. انتوا بتتمرنوا فين وبتلعبوا ماتشاتكم فين؟ احنا في ملعب واحد بنتفرج عليه 7 فرق. احنا بنشكر برضو مجلس إدارة نادي القناة انهم ادونا، بنلعب مواليد 99 بنلعب في نادي القناه، بعد كده بنلعب في الجامعه، بنشوف برضه رجال الجامعه اللي بيساعدونا كلهم، بس انما مش لاقيين حته، مفيش تمرين. الاسماعيليه فيها ملاعب كتير قوي، ما عندناش ملاعب للاسف، الاسماعيليه ما عندناش ملاعب، حتى الافنديه اللي اتعاقدوا على نادي النخيل عندنا 28 فدان، للاسف الشديد 28 فدان عاملين ملعب كوره واحد للفريق الاول اللي فريق ال 97 و99، وعاملين ملعب للناشئين ترتان، للاسف 28 فدان، مش اقلد نادي الاهلي يبقى عندي مدينه رياضيه، او اقلد نادي المقاولين يبقى عندي مدينه رياضيه، او نادي الزمالك يبقى عندي مدينه رياضيه، عاملين ملعب واحد، ويا ريت الملعب يا ميدو فيه مدرجات، ده فيه كرسي بتاع 2 حبيبه، يعني تخيل ما فيش مدر، والله العظيم ما فيه مدرج، يعني عارف الكراسي بتاعت الكازينو وبتاعت الجناين كده، ما فيش حد يعمل كده. فطبعا عاوز اقول اللي يقعد على كرسي نادي الاسماعيلي لازم يحب نادي الاسماعيلي، مش عاوزين حد يهجس ويجي يقول لك انا وانا واعمل، الناس اللي بره دول اللي بيتكلموا يتلموا شويه، احنا نادي الاسماعيلي، ساعدوا اننا بره دلوقتي، ساعدوا اننا كلموا سياده المحافظ ان ادينا نادي الجوهره،
النادي كنا فيه قبل كده. طب لما بتيجوا تعملوا استاد كبير او بتاخدوا ارض كبيره مش بتيجوا تقسموها؟ اكيد بيجيبوا فنيين زي حضرتك، زي ناس عندها خبرات، ويقولوا عايزين كم ملعب، عايزين كم اوضه لبس، عايزين نعمل هنا مثلا مكان الاطفال، يعني بتنظم. لا، المجلس السابق للاسف ما عملش حاجه. المجلس الموجود الحالي كلهم مهندسين، كلهم بيجروا على قدم وساق، واقول له صلح دي، اعمل دي، عاوز دي، مش عارف ايه، بنجري يعني، بيجروا دلوقتي مجلس اداره. انا ما شفتش بقالي 10 ايام، اقسم بالله ما شفت ولا عضو مجلس اداره في النادي من 10 ايام او 9 ايام. ما شفت مهندس سامر موسى، مش ما بنشوفهمش، كل بيجري هنا ويجري عشان نخلص، مش لاقيين حته نقعد فيها للاسف الشديد. وبعدين بتلعب بطوله جمهوريه، انت عندك 99، انت الحمد لله فضل الله انت الاول، 28 اسبوع او 27 اسبوع انت الاول، وفارق بسبعه بنت نادي الاهلي. هارد لك النادي الاهلي النهارده، خصم الاتحاد 99، هي فرقه كويسه. حافظ دلوقتي المسابقات الناشئين؟ بامانه لسبب يميده، لانه نادي الاهلي بدا يبص لاولاده. يعني نادي الاهلي الفتره السابقه العشر سنين من اللي احنا فيها لغايه الاخر كده كان بيعتمد انه يجيب لاعب من بره. لما بيلعب ناشئين بتوعه، عندك انت يعني عندك ابن اكرامي، ابن شوبير، جول عالمي، جم يلعبونا نادي الاهلي. هو يعني هو اللي خلى النادي الاهلي يتعادل، وخرج زعلان يعني. وقلت له يا ابني ده انت اللي ده احنا اللي نزعل، انت اللي مكسب النادي الاهلي. انت عارف يعني الروح، هي ولاد النادي هم اللي روحهم بتبقى كويسه، غير اللي بيجي موظف يلعب الساعتين ويمشي. بس حضرتك عارف يا كابتن، احنا دخلنا في الحوار على طول كده يعني. لا بس انا بس اسمحك، بس إن لازم كنت اناشد سياده المحافظ ان احنا في الشارع يعني، ما نشتوش من خلال النادي الاهلي وعنده شوبير ونشده فين. اكيد اكيد اكيد، واكيد برضو سياده المحافظه كده يوفر، اتكلم في نادي اسماعيل يعني قيمه كبيره في مصر بصراحه. كنت بقول لحضرتك القطاعات الناشئين او الفرق الكبيره لازم تدعم بلعيبه جاهزه، بتبقى غصب عننا. بنشوف ريال مدريد، بنشوف برشلونه، بنشوف بيعتمدوا في جزء كبير جدا على قطاع الناشئين بتاعهم، لكن لازم يجيب لعيب، اصل قطاع الناشئين بتاعك مش هيدي لك كل احتياجاتك. تمام. او هتلاقي فيه موهبه في نادي الاسماعيلي، في نادي الزمالك، في نادي مش عارف فين، هتلاقي فيه نقص في اماكن معينه، لازم هتستعين بيهم من بره. لا انا بقول من 10 سنين مش دلوقتي. أوكي. انا بقول من 10 سنين. تمام. كان احنا وانا بشتغل الكلام ده من 20 25 سنه، وانا كنت بشتغل في الدرجه الاولى به، كنت كل سنه بحجز اشبال نادي الاهلي اللي هيمشوهم يعني. كنا كلنا، مش انا بس، كل المدربين كانوا بيجي يحجز من النادي الاهلي. بقى كابتن انت كنت فيه تنشن على اللعيبه؟ بقى نشن. لا بقى نشن والله. وانا علاقتي اميده، انا علاقتي الحمد لله علاقتي طيبه بنادي الاهلي ككل. انا قعدت معاهم سنه قبل كده، اتمرنت سنه في العدوان 67، قعدت في نادي الاهلي اتمرن مع نادي الاهلي سنه كامله. وبعدين نادي الاهلي صاحب فضل. قول لي القصه دي تاني يا كابتن. لما العدوان قام 67، فينا ناس راحوا نادي الزمالك، وانا جيت على نادي الاهلي اتمرنت مع نادي الاهلي. احكي لي القصه ونفكر الساده المشاهدين. كنا الناس مفاهمها مغلوطه قوي بموضوع العدوان، والاهلي قال لا والزمالك قال لا. بالعكس، انا يمكن انا قلتها عند الكابتن شوبير اول امبارح. بالعكس، انا هتكلم عن نفسي، انا نادي الاهلي صاحب فضل عليا، انا مش عشان في جريده نادي تلفزيون نادي الاهلي. بالعكس، انا جيت، انا مستشار في نادي المقاولين العرب، اتكلم عليا انا كسيد بلازم. انا قعدت السنه الاول 67 مع النادي الاهلي، اتمرن مع النادي الاهلي، كنت اخد حقي اكتر من ناديه، وكنت بتعامل مع كل الاخوه، مع كابتن صالح وكابتن طارق والشربيني والجوهري وابو غيده، يعني الناس دول والفنجيل الله يرحمه، كان كل الناس دول تتمرن معاهم، وكنا حتى في كوره مشتركه ونخش جامد، يعني عارف كانك في بيتك بالظبط. انا ماسك منتخب مصر، انا رحت اجر ملعب من العرب، قالوا لي يا كابتن سيد احنا بناخد 50,000 جنيه في المباراه، فعشان خاطرك هناخد 25,000 وانت مش هتدفع، اللي هتدفع اتحاد الكوره. تمام. فانا جيت هنا النادي الاهلي، قابلت الكابتن صالح، قابلت الكابتن حسن حمدي والخطيب، قالوا لي اللي انت عاوزه، ادوني ملعب الجزيره، وادوني، انا لعبت اربع ماتشات، وادوني ثلاث ماتشات في ملعب مدينه نصر بالضيافه، حتى حاسبوا الحكام يعني ده اللي لما واحد يخدمني او واحد يساعدني يبقى انا نكيل الجميل، لازم ادي ناس حقها. بالعكس، ده حقه عليا، وده وبقولها في اي مكان وبقولها في اي تلفزيون، لان ليه انكر؟ زي ما احنا بنقول في نادي الزمالك استضاف الاسماعيلي وقعدنا عندهم، بنقول لهم ندي كل الناس حقهم. أكيد. مش معقوله تعمل فيا جميل وانا انكره. أكيد. انكر ليه؟ أكيد. ليه يعني؟ فعلا المفاهيم مغلوطه يا كابتن. مغلوطه، المفاهيم مغلوطه، لانه ناس مهاويس دخلوا في النص. انا اقول لك والله يا الله والله يا ميدو، انا يوم الاهلي والزمالك افريقيا وعربيا، انا اهلاوي وزملكاوي اكتر من اي حد فيكم. والله بتعصب رهيب، اما بروحش الملعب بس في البيت بتعصب رهيب. يعني انا لسه كنت بحكي لاسيوطي دلوقتي عبد المنعم، بقول له
ماتش الاهلي الجول اللي جابه تريكا في تونس في الصفاقسي في اخر ثانيه، قلت له انا عندي محمد ابن اهلاوي وعندي كريم واحمد اسماعيلويه وريهام بنت اسماعيلويه، اسماعيلويه صغير ومراد اسماعيلويه، فنطيت عليه بوستو قال لي يا بابا انت اهلاوي، قلت له لا الاهلي بيلعب باسم مصر فالاهلي السهل بس، وبعدين بنقول نادي بطولات لان فعلا نادي البطولات يعني دي حقيقه ما تقدرش تنكرها، يعني لما تاخد 40 بطوله دوري ولا طب عاوز ايه يعني هتاخد كام يعني. وانا اقول لك تصريح لحضرتك صرحته، لكن النقطه الاهم بالنسبه لي اللي هو المفاهيم المغلوطه عند الناس كلها ان الاهلي رفض الاسماعيلي. لا لا ما فاتش بالعكس يعني بص، ما الاهلي عمل ماتش لعلى ابو جريشه، الاهلي عمل ماتش الاعتزال لعلى ابو جريشه، وانا الزمالك عمل لي ماتشين مش يعني بالعكس، احنا النادي الاهلي انا بقول لك لما هاجرت قعدت مع النادي الاهلي هقول لك واقعه يعني والله على ما اقوله شهيد قول. وانا قاعد مجلس اداره في نادي الاسماعيلي كان في حمزه الجمل، وحمزه حكاها بس بطريقه تانية يعني، فجاء حمزه توقف سنه فوديناه الامارات يلعب في اي مصلحه في الامارات، كان مدير فني كابتن انور سلامه وكان مدير الكوره صلاح حسني، صلاح حسني ركب الطياره وراح جاي على الامارات مضى حمزه الجمل وجم جابوا له شقه هنا في مدينه نصر وخد فلوس واصبح حمزه الجمل في نادي الاهلي رسمي. تمام. فقابلت كابتن صالح قال لي ثلاث كلمات، قال لي مش هنخسر، نادي عظيم وجماهير عظيمه وبلد عظيمه عشان لعيب بس ما حدش يتكلم. الله. هو كان يقصد ناس معينين ما حدش يتكلم. قلت له حاضر، واداني حمزه الجمل ده غير وقت رضا انا سمعتها طبعا ما عشتهاش، بس انا لك حمزه الجمل لان كنت موجود فيها لان انا كنت مجلس اداره، رضا جا ومضى ودوه لغايه اسماعيليه يعني نادي الاهلي رجع الاسماعيليه. وما ادراك ما انا بقول لك ما فيش ضغينه، في شويه مهاويس دخلوا في النص فرقوا، انما لما تيجوا في ماتش 64 في اللي خدنا فيه الدوري من النادي الاهلي 66 67 هتلاقي جماهير الاهلي نازله من القطر، جماهير الاهلي تحيي جماهير نادي الاسماعيلي، جماهير الاسماعيلي خرجت من الاستاد، خرجت من استاد اسماعيليه راحوا قابلوهم على المحطه، جماهير الاسماعيلي تحيي شباب نادي الاهلي، جماهير الاسماعيلي تحيي جماهير نادي الاهلي، جماهير الاسماعيلي اقسم بالله ميدو التراك كان فيه يجي 30,000، اسالوا الشيخ طه حي يرزق ربنا يديله الصحه، واسالوا اللعيبه اللي كانوا موجودين ما في واحد اتلمس. الله. بقسم بالله 30,000 في التراك ما في واحد اتلمس غير اللي في 30 و 35 مضاربه، بالعكس احنا العلاقه كويسه واسالوا علاقتنا كويسه. انا هسال مين اكتر منك؟ نعم؟ هسال مين اكتر منك؟ لا ما انا بقول لك لا اسالوا اللي عايشين قول لهم الشيخ طه اسالوه ربنا يديله الصحه انه ما فيش حد اتلمس، وبالعكس احنا علاقتنا انا عندي اصحاب كتير من النادي الاهلي يكفي، بس انا مش عاوز اتكلم عليه لانه شهادتي مجروحه طبعا، بيبو ده بالنسبه لي يعني هنا في القلب طبعا يعني في قلوبنا كلنا والله من قبل ما ربنا يديله الصحه ويشفيه يا رب. وبعدين علاقته كويسه بحسن حمدي مصطفى يونس كابتن شوبير، لا علاقتنا كويسه يعني علاقتنا كويسه يعني، تخيل انت لما حصل لي ازمه وكده تخيل لما شوبير يتصل وتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي يتصلوا يطمئنوا بيك، انت عاوز ايه يعني؟ دي اللقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. اه دي ايوه يا ريت في صوت. في صوت يا جماعه عندنا؟ ما فيهاش صوت للاسف. انا هات يا ريت يجيب التراك. لا التراك انا عاوز اجيب التراك. ده دي ده القفر ده. لا انا التراك يا ميدو هتشوف. في لقطه تراك معانا عادل؟ لازم اهو بص دي الجماهير في المدرج واحنا نازلين ملعب. خد بالك شوف التراك عاملين ازاي في التراك الناس. تمام. ده تراك مش مدرج. خدت بالك ده الشيخ طه والكابتن شحته بيعملوا قرعه. بص بقول لك جماهير الاهلي تحيي نادي الاسماعيلي، جابوا جماهير الاسماعيلي خرجت له اهي اهو، انت عاوز روح اكتر من كده ايه؟ ما انا عشان كده لازم. وبعدين واحنا في المنتخب كنا بنيجي نتغدى المنتخب، بنيجي نتغدى عند الحاج مختار الله يرحمه اذا كان مات او ربنا يديله الصحه كان عايش، كنا هنا. وبعدين لما كان فينا لعيبه بيتاخروا فكان في الجامعه بيجي يتمرن في الاهلي او الزمالك او الترسانه، يعني كان الاسره واحده. طب ايه اللي حصل يا كابتن؟ ما انا بقول لك شويه مهاويس وقعوا الناس مع بعض، بوظوا الدنيا العلاقة. طب هقول لك وهي العلاقه اساسا بسيط جدا. طب هقول لك حاجه، انا وانا ماسك قطاع الناشئين الاهلي جا لعب عندنا خمس ماتشات بعد تقريبا خلصوا الماتشات كلهم، ما فيش مخلوق اتقال له كلمه من جماهير الاسماعيلي. بص يا ميدو احنا عندنا، انا مش عشان اسماعيلاوي، عندنا احسن واعظم جماهير في العالم جماهير الاسماعيلي، بس ما تجيش جنبه، تيجي جنبه انت الغلطان يعني تقبل منه اي حاجه، بس ما تجيش جنب جماهير، شجع ناديك زي ما انت عاوز، قول كل نفسه في في في, في لجماهيرك
للاعبتك، انما تجيش جنب ال 90 لا تشتمه ولا تضربه، عمره ما هيعتدي عليه. جماهير الكوره اللي بتتذوق كوره كلها كده. ما انا بقول لك كل بتوع الكوره كده، فانت هسيبك من الناس اللي هم بقوا سياسيين دلوقتي اللي بقى جارهم بالفلوس عشان يهتفوا. انت بص الهتيفه موجودين دلوقتي في اي برنامج، مش عارف تلاقوا الهتيفه موجودين. انما لازم تنضف، لازم وهتنضف ان شاء الله، هتنضف ان شاء الله. حضرتك كلمتني على واقعتين، حمزه الجمل، حمزه الجمل ورضا، ورضا رضا حاجه تاني. المرحوم رضا، المرحوم رضا اله الكوره، ده كان هيتعمل له ايوه رضا اله الكوره يعني الناس جاء خلاص مضى. وحمزه انا عايش في حمزه، انا رضا سمعتها، انما حمزه انا عايش فيها، فانا كنت موجود انا بمجلس اداره، وكان الكلام معاه مع كابتن صالح، وكابتن كان معاك كابتن صالح. والله يا كابتن مع احترامي طبعا للجميع، وانا الناس عارفه انا بحب جمهور الاسماعيلي وبحب فرقه الاسماعيلي، حتى الاهلاويه كمان بيعشقوا اللعب الاسماعيلي، الاهلاويه كل الاهلاويه والله يا كابتن بيعشقوا لعب الاسماعيلي، ودايما يقولوا عايزين الاسماعيلي ان هو بيحلي الكوره، الاسماعيلي يرجع بيحلي الكوره. اقنعوا الناس في الاسماعيليه ان الاهلي بيخطف لعيبه الاسماعيلي. لا هو بص حتى في واحد بس اللي جه، وانا كنت برضه في الواقعه دي، وخد راي المهندس نصر بن حسن شريف عفضيل اللي بعناه. انما واحد يعني عاوز برضه اقول واحد مش عاوز يمضي، لان قصدي يا كابتن ان كل حاجه بتمشي بالطرق المشروعه. هو ده حمزه اسمه ايه شريف عفضيل. انما خد انا واحد مش عاوز يمضي، واحد مش عاوز يجدد عندي، هبوس رجله. يعني نادي الاسماعيلي عملني، وهو اللي واقف جنبي وفتح لي بيتي وخلاني نجم، لما اجي اجدد مش عاوز يجدد، اعمل لك يا ابوس رجلك، ما تمشي. انما احنا مفيش حاجه اسمها خطف، احنا بس ظروفنا انه نادي الاهلي نادي ربنا يكرمه رب، نادي غني وعنده فلوس وعنده محبينه كتير، بيقدروا يجيبوا له لعيبه كويسين، احنا ما عندناش، احنا بيصب علينا واحد بنجيبه، بس دي مشكله الاسماعيلي. انما مشكله ابديه. لا بس دلوقتي الحمد لله بقى لنا سنتين من ساعه ما جه المهندس ابراهيم عثمان مجلس اداره الكليه، والسيد عبد النعيم والدكتور ابراهيم فارس وتامر موسى وجه الحاج عطيته، الحمد لله فضل من الله احنا دلوقتي عندنا استقرار، ما عندناش مشاكل ماديه نهائي، لما نستلم نادي الجوهره هيبقى خلاص احنا ما عندناش اي مشكله ماديه، مش محتاجين حد يصرف علينا من جيبه الخاص، انما كل اللي بيجي دلوقتي بص من جيبه الخاص. يعني لما اقول لك، ودي ناس بتزعل ناس كتير لما الواحد يقول الحق، انا ماليش مصلحه، وكل اسماعيليه تعرف انا ماليش مصلحه، انا بتكلم بما يرضي الله، والكلام ده انا هتحاسب عليه. لما اقول لهم المهندس ابراهيم عثمان دفع من جيبه ل 40 لعيب واجهزه، بيزعلوا، يقول لك انا كده بدافع عن مهندس ابراهيم عثمان، ده كلمه حق، زي ما انا قلت كلمه حق النادي الاهلي. هل انا كده هزيد ولا هخس لما اقول كلمه حق؟ انا بقول بما يرضي الله، لانه هتحاسب، جه الوقت اللي اقول فيه الكلمه ما قلتهاش. بس بالظبط بالظبط. لكن شايف الاسماعيلي هيرجع فاكهه الكره المصريه امتى تاني يا كابتن؟ احنا ان شاء الله باذن الله، وانا قلت لجماهير الاسماعيلي وقلت لهم في كذا برنامج وبحاسبوني لو ما بقناش الرابع، بس احنا بعيد عن البطوله. احنا بعيد عن البطولة نهائي، انما انا بوعدك انه لو عندنا ناشئين خدوا فرصة هيبقى عندنا 7-8 في الفريق الاول من الاسماعيلي، 7-8. بس محتاج فكر معين، ربط معين بالمدير الفني وحضرتك. بص المدير الفني عاوز كل اللي بيجي ايده عاوز الجاهز، انما لما انت تجيب مدرب من ولاد نادي الاهلي او نادي الاسماعيلي او نادي الزمالك او نادي الترسانة، ابن النادي عاوز لعبت نادي يلعبه، انما الخواجه بيجي عاوز يتجهز، عاوز يعمل اسمه، عاوز يمشي بس. انما خلي بالك كابتن كمان، الجمهور كمان، هل الجمهور هيبقى عنده استيعاب ان احنا هو دلوقتي جمهور جمهور زي الاسماعيلي عايزين نعمل فرقه، جمهور الاسماعيلي دلوقتي عنده، جمهور الاسماعيلي عنده استعداد دلوقتي وبيشجع الاسماعيلي، وعندنا فرقه 99 احنا الاول الحمد لله، هناخد البطوله باذن الله. السنه اللي فاتت ناخد 5 بطولات، 2 منطقة و3 منطقة و2 قطاعات، السنه دي ماشيين كويس، لما فرقه عندك تاخد بطوله جمهوريه بما فيش ملاعب، يعني حاجه كويسه طبعا. أكيد. والفرقه دي اللي برايها من جيبه الخاص، عشان الناس بس يبقوا عارفين، 99 برايها من جيبه الخاص مهندس ابراهيم عثمان، فماشي الاول الحمد لله دلوقتي. لا هتلاقي ميدو عندنا، وبعدين اقول لك على حاجه، الانحراف اللي احنا فيه كل واحد عاوز يلعب في النادي اللي بيدفع له اكتر. يعني انا لما اجي اجدد، يعني انا عارض 4 مليون على ايا كان محمود متولي، محمود متولي جاي له 16 مليون، انا كنت بقول جاي له 7 مليون ولا 6، قالوا لي انت ما تعرفش حاجه، جاي له 16 مليون. لما اعرض على كريم بامبو 2 مليون وقول لي لا، فخلاص انا يعني هعمل له، ما اقدرش ادي اكتر من كده، لان انا عندي 31 عقد ناشئ بفلوس، فلوس بسيطه بس عندي، وبقى عندي 25 عقد الفريق الكبير.
غير اللي انا بعتهم اعراض. طب هادفع لمين ولا مين؟ وبعدين احنا كنادي صعب علينا ان ندفع 150 مليون ولا 200 مليون في السنه كتير. ما نقدرش كتير. احنا اسماعيلي ما نقدرش كتير. لانه ما عندناش حد بيدفع. عندنا بيدفع زي ما قلت لك بيجي بيدفع من جيبه. ولا دلوقتي هيبقى الحمد لله مش محتاجين، لان هيبقى عندنا نادي النخيل في عضويات في مشاريع، هيبقى كده الحمد لله. لما قعدت تفكر حضرتك كاسم كبير ونجم كبير في الكره المصريه وتاريخ الكره المصريه كابتن سيد بزوكا، قعدت تفكر ازاي احط حد او سقف لاجور اللعيبه؟ يعني انا كنادي اسماعيلي عندي نجم انا بعرض عليه 5 6 مليون جنيه، بيجي نادي عنده فلوس كتير بيعرضوا 20 20 30 مليون، ما اقدرش اعمل له حاجه. ما فكرتش ازاي تحل المساله؟ ما اقدرش. ليه؟ اللعيبه المصريين فيش معنى، مش عارفين المستوى. ميدو مستواه كده، سيد مستواه كده، انت عارف ما بحطوش كده في دماغهم. انا بلعب جنبه، انا بكسبه زي ما هو بكسبه، ما اعرفش انه ده ممكن. وبعدين تعال احسبها، ما فيش لعيبه ميدو يساوي المبلغ ده. والله العظيم مليون جنيه كتير قوي على اي لعيب في مصر، مليون كتير قوي في السنه. انما الملايين، واحد تصالحوه ب 40 مليون، واحد تخصموه ب 50 مليون، وواحد يجي ب 80 مليون، لا كتير الاسعار دي كتير. الانديه واحد فرقه تكسب ياخد 100,000 وتكسب النادي الاهلي تاخد 180، محدش قال كده. ده احنا كسبنا، ده انا بلعب نادي الاهلي في رمضان 30 رمضان كسبنا نادي الاهلي، كان في يوم الوقفه والتاني يوم العيد، فاللائحه بتقول ناخد 10 جنيه. المهندس عثمان دخل قال مبروك العاديه كمان 5 15 جنيه، سقفنا بمليون جنيه مش ب 20 طبعا. يعني انت فاهمني؟ انما انت 15 جنيه برضه كابتن كنت لا يعني مش زي يعني ميدو واحد يكسب ادي له 100,000 جنيه او 180,000 جنيه، وبعدين تيجي تجدد لواحد يقول لك انا رايح التلفونيه، ما انا مش هتحايل اللعيب عندي. ما فكرتش في حل يا كابتن؟ فكرنا احنا عاملين خلاص، احنا الحل موجود عندنا بالناشئين. لا لا انا بتكلم في الحل عموما، لازم نقعد ونقننها ويبقى في سقف للتسعير، سقف وتسعيره للعيبه، لان احنا ما نقدرش ندفع المبالغ الخياليه دي. وبعدين النهارده انا لازم تقننها كمان، نادي ليه 2 3 لعيبه ما تفتحهاش. لو كمان حضرتك قلت حاجه مهمه، انا ممكن ادفع بس ابقى مقتنع ان اللعيب يساوي القيمه دي. يعني شوفوا انتوا الجيل بتاعكم، انتوا واللي قبلكم، مش هتكلم بقى على الاجيال العمالقه اللي قبلكم، شوفوا انتوا الجيل بتاعكم كان عرضه 15,000 30,000 50,000 بالكتير. شوف انت الملايين دي تخوف فعلا. وبعدين النهارده رونالدو مشي من ريال مدريد راح ليفونتس، قبل ما يروح ال 105 مليون يورو جابهم بيع الفانيلا. بالظبط. انت هات لي لعيب في مصر بعت حتى شعره من شعره بلاش، يعني مش عايزين نغلط بس عشان ما يزعلوش، يعني ما فيش حد حتى يعني فانيلا حتى ب 2 جنيه ما تتباعش. جاب الفلوس والله يا كابتن فعلا. لا جابوا طبعا. انت لازم يبقى في تقنين، ولازم يبقى تحدد انتقالات اللعيبه صيف وشتاء، يبقى كل نادي ليه 3 4 لعيبه، هيقول لك الانفتاح والمحترفين، لا مش محترفين، ويا اما قننها. وبعدين قننها مع المدربين كمان، فيش مدرب يبقى مغرق فرقتين ويشتغل مع الثالثه يروح احسن. لازم يبقى في عقد محترم. لازم والله يبقى ليه تدريب. أيوة. بس او يبقى مغرق فرقتين وروح امسك الفرقه الثالثه احسن من الفرقتين. بالظبط. محدش قال كده. بالزبط. كل ده بالعلاقات وبالسمساره، كل سمسار بياخد فلوس من المدرب او لعيب، وبعدين السمسره هم اللي ولعين الدنيا بينه وبينه. لعيب في المسؤول والله يا كابتن. اه؟ دايما بقول مسؤولين. اه لعيب في اللي بيختار. لعيب في اللي بيختار. يعني انا انت بتجيب لي فلوس يا سيدي ماشي، انت حر بقى، لكن انا اختارك على اساس ايه؟ وبعدين بقت في حاجات الاسعار، ميدو الاسعار بتخوف دلوقتي. اسعار تخوف تخوف تخوف. يعني تخوفك تروح تتكلم مع لعيب اساسا. يعني انا جبت محمود متولي لعيب هايل ومؤدب وابن حلال في كل الصفات كويسه، قلت له محمود هو عاده هيخلص خلاص، تدي الاسماعيلي كم في المية يا محمود؟ قال لي 20%. هي 20% بره بتلعب لاخر ثانيه، بتلعب بمده العقد بتاعك يخلص 30/6 بتلعب لغايه 30/6 بعدين. انما احنا الثقافه بتاعت الاحتراف فاهمينها غلط. لا انا ما فهمتش حته 20% دي. يعني بلد. مجهوده يعني هو بيدي 20% مجهوده، يدي 20% مجهوده للنادي. هو محمود مصاب عشان تبقى عارف. تمام. يعني ممكن نقول عشان كده لا. انما بقول لك خلاص مش هيدي لك. انت خلاص واحد انت بتدي له عرضت عليه 4 مليون جاله 17. يعني يقعد عندي 5 سنين هاخدهم في سنه، هو معذور. ما نقول له ربنا يوفقك معذور، انما ما انا ما اقدرش ادي له. لما ادي 10 لعيبه كل واحد 5 مليون، ما اقدرش ادي 50 مليون مرتبات لخمسه وبعدين التانيين ده 2 وده 3 وده مليون ومش عارف ايه، اخدش 150 مليون. انا كنادي غلبان ما اقدرش ادفع الفلوس دي.
انا معاك، غير الناشئين، غير الاكل الشرب المرتبات الحاجات دي حاجه ما تقدرش يعني، انت وضرايب ونور يعني كتير فيلم فيلم. انما انا كنادي عندي تسعيره، التسعيره بتاعتي موجوده، وعندنا شويه ناشئين الحمد لله كله بيمضي على بياض، ودي بتخليك تروح تدور بقى في الاقاليم وفي الصعيد على لعيبه. انا اقول لك انتوا احسن حد بصراحه بتلاقي لعيبه في الاسماعيلي، كانت غريبه، وافارقه كمان كنتوا بتجيبوا افارقه. بص سميدو، انا بعمل، انا لما بروح للاسماعيلي بعمل الاختبارات 3 مرات يعني، بنتهز اي وقف اجازه مدارس بعمل فتره اختبارات للعيبه، فبيجي لي كل ما اخطر بالك رغم الاستماره 3 مرات في السنه مش مره واحده في السنه، لا 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 فبعملها بطريقه وبختار كويس يعني. انا مختار في 2004 مختار 3 لعيبه من الاكاديميه، رغم الاكاديميه بيدفع فلوس عشان يجري ويعرف، مختارهم هم اللي بيكسبوا. 2004 2003 مختار 3 برضه من صغيرين ما كانوش في الحسبان والنادي كان ممشيهم، انما هم اللي موقفين 2003 على رجليهم. فانت بيجي لك انت بتختار، واحنا عندنا الحمد لله ناس بيختاروا كويس وبيجي لك لعيبه كويسين، كل عايز يجي الاسماعيلي لانه زي انتوا بتبداوا في مصر، اول نمره واحد بيجي لك 100,000 الاهلي، وبعدين يروح 75 الزمالك، وبعدين يروح 50 المقاولين، وبروح مش عارف 25 فين، فبيجي لك انت الخلاصه الاول. امبي كابتن امام محمد انت عارف بيرمي ناس كتير تقعد تبص وتشوف. امام محمد كان بياخد من عندنا، كان عندنا السماسرة بياخد من عندنا. معلش معاك موقف كده عمل معاه موقف. لا انا زعلان من امبي لانه ليه بس؟ هقول لك ليه، لانه امبي اتهموا لعيب عندنا بالتزوير. نادي الاسماعيلي لا يزور، لا نادي الاسماعيلي مش نادي الاسماعيلي يحتاج انه يزور لعيب، لان احنا زي ما قلت لك انا لما قعدت مجلس اداره قلت لهم انا ما بلعبش على بطوله، انا عشان ابقى نجحت في المكان اللي انا فيه كل فرقه تديني 3 4 لعيبه، انا خلاص بقول لك انا بتباهى ان عامل 31 عقد يعني، مفيش رئيس قطاع عامل 31 خلاص النجاح كله عندنا، انما عند الفرق الحمد لله عندي 97 وعندي 2003 في المربع الذهبي، عندي 99 الاول، اللي الفرقه اللي ماشيه عندي وحش 2001 لانه صبرت على الجهاز كتير، وانا عندي يميدو اللي بتغلب 5 ماتشات من المدافع. بتقيم بالنتائج ولا بالنتائج؟ لا انا بص ولا تدريب بان انا ارفع، لا اللي بيديني اللي بيديني لعيبه بيديني لعيبه بسيبه يكمل. اوكي يعني عندك اللي بتحس انه عمل طفره، عمل طفره، ما انا بقول لك اديني 3 4 لعيبه يبقى مدرب كويس، ما يدينيش لعيبه ويتغلب خلاص انا بمشيه. اوكي لا يصلح، بس يبقى مع عناصر جيده، مع عناصر، ما انا اقول لك 2001 عندي احسن لعيبه، تمام، احسن لعيب في الدنيا، تمام. انما نتائجهم سيئه لابد الحدود. بس كابتن امام بيحبك جدا يا كابتن. انا بحبه، انا بص وامبي هم اتهموا كل احترام واحنا بنحبهم وانا زعلان كده يعني. لما امبي الناشئين بيلعبوا اولاد النادي امبي عمره ما كان ترتيبه كده، لما بدا يستورد شوف النادي الامبي عامل ازاي. بس هم انا بقول لهم بلاش تتهموا الاسماعيلي، الاسماعيلي مش محتاج اتهام. لا هتلاقي بس حاجه، لا وعاملين مذكره في الاتحاد، ورحنا الاتحاد وخدنا الواد وصوروا الواد وقالوا لي امشي الواد، ايه التصوير ايه الواد صغير امشي، لا يعني شوشره. انا كنت هقضيهم بس عشان انت اتكلمت عشان خاطرك انا مش هقضيهم. وكابتن امام بيحبك والله. لا ما انا مش انا كنت ناوي اقضيهم كسيد عبد الرازق. لا 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 لا, ابن لا انا كنت هقضيهم كابن نادي الاسماعيلي لانه شوشروا علينا على الفيسبوك. لا لا. نادي محترم جدا الاسماعيلي وامبي نادي محترم. ما انا بقول لك هم انا كمان يعني نماذج مشرفه يا كابتن. اقسم بالله ميدو انا زعلان على امبي انه في الوضع ده، لانه امبي ده نادي عريق، ده كنت انت بتيجي تعمل له 100 حساب، ده 100 حساب، حتى لما كنت تيجي تلعبه بتبقى هتلعب امبي زي ما تقول هلعب اهلي وزمالك. دي حقيقه، بس دي حقيقه كنا بنتكلم. ربنا يهدي يا رب يا رب يا كابتن. لكن حضرتك صراحة التصريح كان قوي جدا بالنسبه لجميع الاهلاويه، قلت ان ناشئين الاهلي بيردعون بطولات ولاعيبه الاهلي بيردعون بطولات، عشان كده ما ينفعش بطوله تروح منهم لما كلموك عن مين اللي هياخد الدوري السنه دي. بص التصريح ده هنيجي نحسبها، هو نادي الاهلي اخد كام بطوله؟ ما شاء الله يعني 40 دوري. لما ياخد 40 دوري من 69 يعني 29 بالظبط، يعني في عندك كمان مش هنقول عندك حوالي 25 نادي لان اللي بيطلع وينزل ومش عارف ايه، هنقول 25 نادي اخدين 20 بطوله مش كده ولا ايه؟ تمام. يبقى ده بيرضعوه بطولات ولا ما بيرضعوش بطولات؟ معلش يبقى رضعوه بطولات ولا ما بيرضعوش، دي حاجه. الحاجه الثانيه نادي الاهلي قلعه كبيره، من يوم حتى اي لعيب بيخرج من نادي الاهلي او نادي الاهلي بيمشيه عمر ما في واحد مسى نادي الاهلي، عمر واحد اتكلم عن نادي الاهلي اي كلمه،
ودي طبعا دي ثقافه ادارات وجماهير وحاجات. دي حاجه. الحاجه الثالثه انه ما يعرفوش التعادل. يعني من سنتين لما طلع الثالث في كاس العالم كان الاهلي مش بعيد عن البطوله زي السنه دي. الاهلي كان بطوله، انا قلت لهم الاهلي هياخد البطوله، والسنه اللي فاتت قلت ان النادي الاهلي هيلعب في البطوله لما عماد متعب نزل وجاب جول اول بطوله افريقيه تجيبوها بدماغ، قلت له بره الحسبان، قلت له النادي الاهلي ما عرفش الهزيمه لانه اللعيبه بيجيبوهم بيرضعوهم بطولات. انا قلت من زمان قلت لهم بيجيبوه قول له، او بدل ما يقول لما بتولد اذا اتولد اهلاوي او ابوه اهلاوي والدته اهلاوي، اول ما تولد بيقول لك بقول لك بطوله اهلي مش عارف، قلت لهم كده يعني. بس ده حقيقه، انا يعني ما بجاملش النادي الاهلي، نادي بطولات لما يبقى اخد لي 40 دوري واخد لي 18 كاس ولا 17 كاس واخد لي 10 افريقيا منهم 5 سوبر، طب هو نادي بطولات. الله، طب هم بيقارنوه بريال مدريد واليوفنتوس ليه؟ ما النادي الاهلي ثالث نادي في العالم بتقارن بالبطولات دي. بالزبط. يبقى نادي بطولات مش نادي بطولات. بالظبط. ولا عاوز اقول لك ده نادي وحش وبيتضرب ويتغلب وما عندوش. وبعدين كل نجوم مصر يعني طالعين من النادي الاهلي. منتخب مصر كان الاول ايام الجيل بتاعنا كان بيلعب واحد او اثنين من النادي الاهلي والزمالك تبقى فرح، مصر بتنور. النهارده 8 و10 من الاهلي و7 من الزمالك، يبقى نادي بطولات. يعني نادي بطولات بطولات. وبعدين اي نادي بياخد بطوله من نادي الاهلي وهو موجود فيها البطوله بتحسب ب10. بالظبط. يعني وكل كل بطولات الاسماعيلي خدها من نادي الاهلي والزمالك. يعني البطولات الكل خدها من فبتتحسب لي بكتير. انما واحد اخد 40 دوري ما قلتش عليه نادي بطولات، يعني اقول عليه ايه يعني؟ اكذب. وبعدين اي 11 بيلعبوا ما عرفوش غير الفوز. شخصيه الاهلي انما شخصيه الاهلي كده. انما تعالى اي نادي يقول له احنا عاوزين نفضل في نص الجدول، احنا مش عاوزين ننزل، يا ريت نبقى في المربع، ده كل طموحاته. انما طموحات النادي الاهلي الاول. وبعدين عنده ميزه انا اقولها دايما على طول، قلت لهم لما بيركب ما بينزلش. يعني دايما اقول لهم لما بيركب الدوري ما بينزلش. يعني كل بطولات الاهلي والاسماعيلي ماشيين مع بعض. قلت لهم الاهلي لما احنا كنا الاول السنه اللي فاتت وفارقين، لما ركب الاهلي احنا بعدنا. قلت لهم خلاص كده 24 بونت فرق كتير. فدي حقيقه ميدو، انا مش مجامله يعني. الجماهير الاهلاويه بتستمتع دايما بلقاءات الاهلي والاسماعيلي. طبعا بتشوف الكره الجميله قوي فيهم. انت كنت بتلعب ماتش 4-4؟ لا ما كنتش بلعب. بيتذاع على طول اجمل ماتش. لا هو كان ماتش الاهلي والاسماعيلي كلها بطولات. اجمل ليه؟ بتلعب نادي كبير ولعب مفتوح ولعب بتلعب ناديين كبار، اهلي كبير والاسماعيلي كبير والزمالك والاسماعيلي كبار الاثنين، والاهلي والزمالك كبار قوي. لما بتلعب مع الانديه دي بتبقى الجماهير كلها بتستمتع، غير لما لعب فرقه نازل اكسبها. انما بيبقى انت لغايه 4-4 ما فيش. طب اقول لك 4-3 في اسماعيليه بتاع محمد رمضان لما جاب هاتريك، انا كنت قاعد مجلس اداره والله، كنت مسؤول عن الكوره مش مع الكوره. فقلت يا رب دقيقتين للحكم، مش عارف مين هيكسب. يعني الاهلي كسبان 4-3 واحنا مضيعين ضربه جزاء، والاهلي بيضيع واحنا بنضيع، الاهلي بيضيع واحنا بنضيع، عارف يعني المتعه كلها. فانت لما تلعب نادي كبير. كان الماتش ده فين يا كابتن؟ في اسكندريه. كان المرحوم احمد رزق اللي حط الكوره فيه في القائم، حطها بشماله بيمينه بوش في استاد القاهره. 4-4 في استاد القاهره من اجمل الماتشات. طبعا من اجمل الماتشات. انا هقول لك، انا كنت بتفرج على بيبو ربنا يديله الصحه يا رب، كنت اروح للعبه مخصوص لبيبو يعملها والله العظيم يا ميدو، تترفع له خد على صدره وينزل يعملها كده وروح ماشي جون وماشي عارف. لا يعني عارف، راح اتمتع بالخطيب، راح اتمتع باللعبه بتاعت. عندك بقى مصطفى يونس، عندك حسن عمدي، عندك مصطفى عبده، عندك محمد، عندك اللعيبه مش عاوز انسى حد عشان ما تجزها، انور سلامه، صلاح حسني، دول مجموعه كلهم. فدول عملوا اسم النادي الاهلي بعد كاب صالح بقى والعمالقه الكبار. انا ما حضرتش بقى التتش دول، انا ما يعني ما سامع، بس انما انا بقول لك المجموعه اللي حضرت دي. يعني انا كنت بمشي وراهم واقول يا كابتن، انا 16 سنه وشويه ودول 27 و28، ما اقدرش اقول لواحد باسمه. بالزبط. يعني فنجيل الله يرحمه كان يقول لي بزوكا اهدى، بزوكا اهدى، قال له حضر يا كابتن، حضر يا كابتن. يعني ما تقدرش تقول. اجيال عظيمه. طبعا اجيال عظيمه. طبعا. يعني ارجع لك للاسماعيلي تاني عشان اعرف الاسماعيلي عشقك ومعشوق الجماهير الاسماعيلويه. حضرتك قلت لي ان في ثقافه دلوقتي في الجماهير الاسماعيلويه ان هي بتبني فريق. امتى يرجعوا يقولوا اسماعيليه يا ست الكوره في اي مرمى؟ فاكر هم بيعملوا اغاني دلوقتي يا ميدو، فاكر اسماعيليه يا ست الكوره درويش. هم دلوقتي احنا طبعا السنه اللي فاتت كنا ماشيين كويس قوي قوي قبل ما نعمل الغص اللي عملناه،
فطمعوا الناس في الدوري. فلما جاء الاهلي ركب وركب جامد واتضحضرنا، فخلاص في لعيبه مش عايزه تجدد. فلما مشوا اللي عندنا دول جبنا ناس المفروض، احنا عملنا تجربه شحت الله يرحمه عمل تجربه سنه 90 فكرة. فقال لك انا هعمل فكره اعمل فرقه مش هاخد دوري السنه دي، مش حد عارفه. اه جاب ناس مغمورين بالظبط، جنبي كان في موجود فوزي جمال وموجود سعفان وموجود احمد رزق وموجود مجموعه كانت موجوده، عاطف عبد العزيز كان موجود، جاب ناس كلهم من بره، جابنا من الاقاليم ودرجه تانية، خد الدوري. فنجحت التجربه، احنا حبينا نعملها بس للاسف ان في ناس اخترناهم فالتيشيرت بتاع النادي كبير عليهم يعني ما ادوناش او اتخضوا او حسبوها المبلغ اللي هناخده يعني فضلوا عدل كفايه يعني عارف طموحاتهم بقت كده. بس انما احنا عندنا ناس يعني عندك هداف الدوري 99 كل ماتش بيجيب له هدف وهدفين، انت عاوز ايه؟ وبعدين عندك فراوده كتير، وانت مدي حوالي 9 اعارات السنه دي، وبعدين عندك 97 اخر بطوله ليهم، عندنا 8 لعيبه 98 فهتتلغي المسابقه بتاعت، فهنضموا يمكن مش هينفع يلعبوا مع 99 لو عملوا 98 هنضم ناس من 99 ونصف من 2000 و2001 ل 99 يعني هنعمل تشكيله. فانا بقول لك وبوعدك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الاسماعيلي هيعود وهيعود كما كان ان شاء الله الاسماعيلي الاسماعيلي ان شاء الله. خلي بالك كابتن اتكلمت في نقطه مهمه جدا، لما كابتن شحته عمل فرقه مغموره معظمها كان محدش يعرف عنه حاجه، حضرتك بتقول بجد التجربه لكن التيشيرت كان تقيل قوي اكتفوا بالفلوس، بس خلي بالك شخصيه المدرب بتفرق برضه طبعا مفيش شك. طبعا كان كابتن شحته بشخصيته اه طبعا لا طبعا هو عارف هو بيعمل ايه اه طبعا لا الشخصيه طبعا اي مدرب بيبان من شخصيته، في مدرب بيبقى 50% تدريبيا خدت بالك، انما شخصيته بتكمل له 50 الثانيه، وفي مدرب بيبقى 80% بس شخصيته ضعيفه. لا طبعا المدرب بيفرق طبعا بيفرق طبعا، انما انا بقول لك يا ريت نرجع كالاول ونعود لمدربينا الوطنيين بس مش اللي بيتنقلوا على هاوي اللي هو الكراسي الموسيقيه الخمسه اللي بيشتغلوا في السوق ده، لا يبقى عندنا مدربين ولياخد فرصه نسنده يعني نقف وراه، ما نجيش بواحد اتغلب ماتش ولا ماتشين نروح شايلينه، لا ندي فرصه لاولاد النادي. وبعدين انت شوف انت بطولات نادي الاهلي، انت عندك السايس ما كانش حد يعرف السايس اخد بطوله، عندك انور السلام اخد بطوله، عندك مش يعني عندك ولاد النادي عندك خدين بطولات، سيبك من طبعا اسمه ايه ده المجري كوفاتش اسمه ايه المجري المجري بتاعكم مين الراجل المجري اللي خد 7 بطولات، عندنا هيديكوتي هيديكوتي لو ما خدش البطولات مش خلوه مجري ده خلوه قشاش. عنده بقى احسن مجموعه كوره جابتهم مصر، عنده الخطيب وعنده حسن حمدي وعنده مصطفى يونس وعنده احمد شوبير وعنده ثابت البطل وعنده احمد، عنده مجموعه تكسبه، وبعدين المجموعه دي مشت جيتوا انتوا المجموعه اللي بعده، فلازم ياخد بطولات. ما عنده احسن لعيبه في الدنيا مش في مصر بالزبط. في الدنيا كان المنتخب بيلعب منه 8 ولا 7 النادي الاهلي على طول. فدي في مدربين بيبقوا مرزوقين زي جوزيه برضه عنده احسن لعيبه في مصر يعني جاب بركات وعنده ابو تريكه وعنده احمد حسن وعنده والمعالي الاسماء عشان منسيه كتير لا ما شاء الله عنده نجوم ياخد لازم ياخد بطوله انما البطوله اللي تاخدها بعرقك انه لعبتك انت اللي بتطلعهم من تحت. عشان كده انا بقول لك نادي الاهلي ناشئينه السنه دي عاملين طفره كويسه، وبهني مصطفى شوبير لانه كان بيلعبنا ولد صغير، تخيل لما يلعب الاسماعيلي لوحده في اسماعيليه ويخرج تعادل معانا ويخرج زعلان يعني شايل 5 6 جوال ويخرج زعلان، شخصيته شخصيه اهلاويه اهلاويه. لكن يا كابتن حضرتك بتتكلم عن دور المدرب، وانا هقول لحضرتك على حاجه ممكن حضرتك توافقني او ترفض الفكره، اللي بينتقي المدرب لازم اللي ينتقي المدرب او اللي يقول انا عايز المدرب كذا يبقى هو مؤهل ان هو يختار مدرب عشان يبقى جايب مدرب اولا مقتنع بيه ما يعملش ماتش او ماتشين يخسر فيهم، وهو الراجل ممكن يعمل بعد كده طفره فيمشيه فيخسر كل حاجه، وممكن حد يبقى ينتقي المدرب هو اصلا بعيد عن القصه خالص فهيجيبه ماتش ماتشين يمشيه يجيب بعد كده بس ده دور السمسرة. السمسار هو بيخش بيلف على الناس زي ما انت قلت، في ناس بتبقى فاهمه اللي بتجيب مدرب يعني ايه وفي ناس مش فاهمه بالظبط، في ناس بتبقى فاهمه وناس مش فاهمه. بس انا عاوز يعني نادي الاهلي جايب طبعا جاب احسن مدربين، جاب هيديكوتي طبعا مش عاوز اقول احسن مدربين عشان معاه لعيبه كويسين،
نادي الاسماعيلي نفس الحكايه، نادي الزمالك نفس الحكايه. يعني عندك نادي الزمالك الراجل ده ما عندوش، يعني انا بس شخصيا، انا شخصيا فرقه الزمالك تاخد بطوله لوحدها، انما مش بالراجل ده. يعني الراجل ده بيعاند وما بيغيرش، يعني مش عاوز اتكلم برضو عليهم عشان بصرف النظر بس. شفت بقى شخصيه المدرب؟ حتى لو كان معاك نجوم لكن لازم معاك شخصيه مدرب. امال ايه بقى؟ يعني الاهلي بنجومه، لو ما كانش معاهم شخصيه زي جوزيه، شخصيه زي ديكوتي، شخصيه زي ايا كان، ما كانوش هيعملوا. بس سميد انت بتجرجرنا في الكلام، مش يعني نادي الاهلي، نادي الاهلي لما يبقى عنده مدرب ما عندوش شخصيه، امال مين الاهلي؟ ما انا بتكلم مين الاهلي؟ قول لي بس مين اللي هيجيب مدرب عنده شخصيه؟ لما نادي الاهلي مش عارف. انا بتكلم في كده، المدرب بيبقى ليه دور. طبعا ليه دور كبير، وطبعا في لعيبه بيبقوا مقتنعين بيه، بيحترموه، شخصيته قويه، ما بيتنانش. في مدربين اللعيبه بيردوا عليهم، يعني في مدرب هو بيتكلم في محاضره اقول له هتعمل كذا وكذا وانا هعمل، لا في مدربين ترمي الابره تسمع صوتها، وفي مدربين لا، في اللي وبعدين في مدربين ارزوا ايه عايزين يعيشوا بيقولوا حاضر نعم، في مدربين ما حدش يجرى يخش الاوضه بتاعته بالظبط. يعني في مدربين بالزبط. في الطايم انت عارف احنا هنا كل مصر هنا عاوز تخش الاوضه وتتكلم، لا في مدربين اجانب كواي ما حدش بيخش اوضته بس ما دي شخصيه المدرب بالزبط. وشخصيته دي بتدي له 50% تدريبيا بالظبط. كابتن حضرتك مع مقوله لعيب شكل النادي؟ ايه؟ اجيب لعيب شكل النادي؟ يعني اجيب لعيب مثلا شكل النادي الاسماعيلي؟ اجيب لعيب شكل النادي الاهلي؟ اجيب لعيب شكل ايا كان النادي ايه؟ ولا اللعيب لما بيجي انا بخليه شكل المكان؟ بص انا يعني انت لما بتنتقي لعيبه للاسماعيلي بتجيبهم شكل النادي الاسماعيلي اللي هو بقى اللاعب الصغير واللاعب اللعيب الحريف شكل النادي الاسماعيلي؟ دي عملها المهندس ابراهيم عثمان ونجح فيها قبل كده وبحاول اجربها دلوقتي، بس للاسف في ناس خذلوه، يعني من الناس اللي جم ما قدروش التيشيرت بتاع النادي. انما انا بجيب، انا بيجي لي يعني عندنا عندكم شادي، يعني شادي مش حريف قوي وبتاع لمسه ولعبه، لما كان اسماعيليه بقى لمسه ولعبه ومش عارف ايه. فانت بتيجي بشخصيه النادي بتاعك، بتعوده على طريقتك. زي انتوا النادي الاهلي، انا قلت لك في الاول ما فيش مخلوق بيجرؤ بعد ما يمشي النادي الاهلي بيتكلم عن النادي الاهلي، لا في لعيبه بيرضحوا الانديه اللي بيخرجوا من نادي اي نادي تاني بيفرش لهم الملايه ويرضحوا لهم. فدي شخصيه، دي شخصيه نادي الاهلي. سؤالك على حاجه انت طالما حضرتك بتتكلم في النقطه دي والله العظيم ثلاثه، يعني انت بتطلع ما بتتكلمش مش عشان انت مثلا مؤدب او عشان، لا انت عشان انت فعلا بتتخلص ربيت هنا على مبادئ، مش شايف حاجه لا عليك فيه. مبادئ هنا ما انا بقول لك حاجه تتكلم فيها فعلا. ما انا بقول لك ميدو، انا قعدت سنه مع نادي الاهلي وتعاملت معاهم، ولما ادوني الملاعب اتعاملت معاهم وعارف انا بتعامل مع مين، وباجي ازورهم والكلام ده انا عارف بتعامل مع مين. بالظبط. نادي اول، نادي مبادئ ونادي خلقا ونادي من الانديه المحترمه، فكل اللي بيجي بيتطبع بنادي الاهلي، كل اللي بيجي بيتطبع بطريقه واسلوب نادي الاهلي. زي اللي بيجي نادي الاسماعيلي بيتطبع بيلعب نادي الاسماعيلي، ما احنا من الاسماء ما بنمرنوش وبنحفظه يلعب بطن القدم مش القدم مش الخارجي، لا حتى مهاريا هو بيجي بيتطبع بطبيعه اللعيبه الموجودين فبياخد الشكل بتاع نادي الاسماعيلي. وفي طبعا بيجي الفانيلا بتبقى بحبها وعاوز يبوس الفانيلا. وبعدين الموضه نسيت احكي لك، كل لعيب من اللعيبه المصريين تلاقيه ماسك الفانيلا يبوسها تعرف انه ده ماشي السنه، اول ما تلاقيه بس يبوس الفانيلا. فهي الموضه كلها قاعده عماله تبوس لي الدبله، مش الدبله ايه يعني؟ الموضوع معناته دخل مش عارف. طب احنا ايامها لا كنا بنبوس حاجه وكنا بنبوس حد ولا حاجه. الموضوع اختلف. لو قلت لك خمس لعيبه نفسك يروحوا الاسماعيلي من النادي الاهلي تختار مين؟ اي لعيب يسيب النادي الاهلي اختاره يبقى عندي. شفتوا يا جماعه كابتن، قلت لكم حلقه هتبقى مميزه جدا. لا انا دي مش مكامله. لا مش مكامله، لا عارف والله عارف. لانه بيجي للفوز، يعني بيجي عارف عاوز يكسب، عايز بطوله، مش بيجي عاوز بطوله، جاي رادع بطوله، يعني مكتوب على وشه بتاع بتاع البطولات بتاع البطولات. تعالى نتكلم عن المنتخب شويه ونرجع تاني نتكلم عن الاهلي والاسماعيلي، بس قبل ما نتكلم تعالى نشوف تقرير مع الساده المشاهدين عن المنتخب ونرجع نكمل مع الكابتن الجميل النجم الكابتن سيد بزوكا. بعد أن حسم تأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بفوزه على المنتخب التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب نوفمبر الماضي، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في 5:30 مساء السبت المقبل
مباراته في الجولة السادسة والأخيرة في مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك أمام منتخب النيجر على ملعب سيني كونتشي ضمن لقاءات المجموعة العاشرة. منتخب الفراعنة حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره التونسي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، ووصل الفريق المصري للنقطة 12 متساويا بنفس الرصيد مع نسور قرطاج، حيث سيدخل زملاء محمد صلاح هذا اللقاء الذي يعد بمثابة تحصيل حاصل بعد أن ضمنوا التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر الصيف المقبل. المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة يرغب في تحقيق الاستفادة الكاملة من لقاء النيجر بتجربة عدد من الوجوه الجديدة التي تشارك لأول مرة مع الفريق وتبحث عن فرصة حقيقية لاستثمار غياب العناصر الأساسية. هو الأمر الذي فتح الباب أمام منح الفرصة للصاعدين في بعض المراكز. 4 مباريات رسمية هي حصيلة مشوار المنتخب المصري تحت قيادة أجيري منذ توليه مسؤولية الفراعنة أغسطس الماضي، وذلك خلفا للأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر الذي رحل بعد إخفاق مونديال روسيا 2018، ليدشن المدرب القادم من أمريكا الشمالية ولايته بعلامة كاملة و4 انتصارات. أحرز منتخب مصر 15 هدفا واهتزت الشباك ب3 أهداف فقط بعد الفوز العريض على النيجر في برج العرب ب6 أهداف من دون رد، التغلب على منتخب سويسرا ب4 أهداف مقابل 1 ذهابا وهدفين من دون رد إيابا قبل رد الدين إلى المنتخب التونسي بنتيجة 3-2، وفضل الاشتباك على صدارة الترتيب بعد هزيمته في مباراة الذهاب أمام نسور قرطاج بهدف نظيف قبل تولي أجيري المسؤولية الفنية للمنتخب الوطني. أهداف الفراعنة جاءت عن طريق 10 لاعبين، هو ما يعكس الأداء الجماعي لتشكيلة المنتخب مع أجيري سواء في الدفاع أو الوسط أو الهجوم. يعد جناح ليفربول الإنجليزي المتألق محمد صلاح هو هداف الفراعنة في عهد أجيري، أحرز 4 أهداف، يليه مروان محسن ومحمود حسن تريزيجي بواقع هدفين، ثم هدف واحد لكل من أيمن أشرف أحمد المحمدي. أهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سيد، شايف منتخب مصر مع أجيري وإيه حظوظه في البطولة الأفريقية القادمة؟ في مصر إن شاء الله هناخدها، لأن إحنا أصحاب 7 بطولات خدناها قبل كده 2006 و86 خدناها، فدي فرصة إنك بتلعب في مصر. وبعدين زمان ما كانش عندك كمية المحترفين دي، يعني يكفي عندك محمد صلاح ربنا يبعد عنه الإصابات يا رب، كانت في محمد صلاح لوحده. بصراحة النهاردة زي ميسي وزي كريستيانو نفس كده، هم النجوم اللي كسبوا النادي. بعد عندك طبعا ذكرت محمد صلاح، بقى شايف محمد صلاح الفترة دي الضغط اللي عليه في الأهداف، وبعدين الواد مانو ده ولا ماندو ده عمال يجيب أهداف يعملها كده يلاقيها ساديو ماني. يعني محمد صلاح عمل له جول بيقول له هات جول، هو محمد صلاح في واحدة كان المفروض يلعبها له ما عملهاش، بس ساديو ماني لعيب جامد. جامد بس مين اللي بيلعبه؟ وبعدين محمد صلاح ممسوك على طول، 2 ماسكينه فسايب له الجنينه يلعب فيها، سايب له جنينه. فيا ريت محمد صلاح الضغط اللي عليه كلنا ندعي له، بلاش نقول بقى بياخد كام في الاسبوع، ده بيحسبوا له بياخد كام في الاسبوع في اليوم يعني. لا انا عاوز يعني ربنا يكرمه، فعندنا منتخب هنا، ولو ان انا زعلان لانه في ناس حقهم متهضم. يعني كان المفروض احنا النهارده عندنا منتخب وعندنا فتره اجازه كتيره، تمام، كان المفروض كل يوم 3 اجيب 22 او 24 لاعب جداد واشوفهم مع بعض تمرين واحد بدل القعده، اي مدرب من الموجودين الثلاثه الموجودين يعملوا ويختاروهم. احنا يعني كنا بنعمل كده زمان، بس احنا كنا الاخضر والاحمر يعملوها، ينقي واحد من في لعبه ظلم، انما هو لا انا يعني كتير، انا مش عاوز بقى اسمي واحد عن واحد، لا كتير. طب خلينا في الاسماعيلي، عندنا محمد ولي لازم يروح المنتخب، تمام، باهر محمد لازم يروح المنتخب، عندنا اللعيبه الصغير لازم يروح المنتخب، ما انا مش عشان الاسماعيلي، لا مش عاوز في لعيب في المصري بس مش هو الاسماء، لازم يروح المنتخب، في لعيب في المقص لازم يروح المنتخب، في لعيب في انبي لازم يروح المنتخب، في المقاولين 2 لازم يروح المنتخب، انما مش هاخد الكميه دي كتير، انما يبقوا موجودين على البنشات يعني اديهم فرص، اديهم فرصه، اخد واحد المره دي 2 المره دي، انما مش معمول على ناس. مش معقوله ان انا انه في انديه بقى 7 و8 وكل اخد 16 واحد منهم او 18 واحد على طول، لا انا عندي انديه وعندي انديه مكافحه
وعندي تحت ما انا اجيب من تحت. انا كنت عامل التجربه بتاعت المنتخب الوطني التالي لما سموه المحليين دلوقتي افريقيا، عندي 23 بيتباعوا بالملايين لغايه دلوقتي، بقى لهم 10 سنين هم اللي بيتباعوا بالملايين لغايه دلوقتي. فدي تجربه انك تشوف الناس دي تدي الناس حقها يعني. وبعدين النهارده انت عندك يعني مش عاوز بلاش نتكلم عن نقول ربنا يوفقهم، عندنا فرصه اننا بنلعب في بلدنا، عندك مجلس اداره اتحاد الكوره كلهم راضيين، عاملين للراجل كل ما يخطر في بالك يعني، مفيش حجه، كل ما يخطر في بالك، معاه مدير كوره ناجح لابعد الحدود او مدير اداري المهندس لهيطه، مش مخليهم محتاج حاجه، مش محتاج حاجه أكيد. يعني عندهم فرصه انك بتلعب في بلدك والرئيس هيحضر والرئيس مراعي البطوله دي، والبطوله دي احنا اخدينها سياسيا مش اخدينها رياضيا معاي. يعني اخدينها سياسيا معاي. فالمفروض نحافظ عليها وناخدها، تبقى الثامنه. ما حصلش في تاريخ الكره المصريه انه منتخب ياخد 8 بطولات افريقيه. كابتن شايف ان مدير فني المنتخب الوطني لازم يعمل سياسه او يعمل فتره 3 سنين 4 سنين سنتين، يعمل خطه خطه قصيره المدى، ده كده بقاله 3 سنين ولا خطة سنتين خطه طويله المدى يبقى ليها تارجت معين، ليها هدف معين، ولا احنا بنقول المدرب تعالى اشتغل؟ لا لا، لازم يبقى زي ما حضرتك قلت، انت طبعا كابتن كبير وعارف الحاجات دي، لازم يقعد على الاقل 4 سنين وانتقي بقى المدير الفني، ومش شرط يبقى المساعدين اهلي وزمالك، مش شرط يعني، في مدربين تانية ممكن ازق، مش شرط الاكفاء، لا ما انا بقول لك لا ممكن ازق يعني، لا انت في اكفاء طبعا اهلي وزمالك اكفاء، انا ممكن ازق من اي نادي تاني يعني، ازق واحد اتنين يتعلموا على الاقل، يتعلموا لما انا بشوف الهيد كوتش ده مع 5 مساعدين اي هيد كوتش، بس احنا في مصر هنا الهيد كوتش بنعلم مدير فني ومدرب عام ومدرب مساعد، لا الهيد كوتش ده الراجل الكبير معاه 5 مساعدين اللي هم 5 مساعدين بالزبط. ليه ما نبقاش احنا زي كده ويبقى عندنا دلوقتي، عندك اتحاد الكوره كلهم راضيين وكلهم بيسعوا ان البطوله تنجح، والرئيس طبعا البطوله تحت رعايه الرئيس، تحدي كبير جامد. انا بقول لك نادي الاسماعيلي ما عندناش اوضه نقعد فيها، ميدو والله العظيم ما عندنا اوضه فيها، هدوا النادي ككل، طبعا هو بيعملوا الاحسن، بس انا يعني ما اعرفش يعني، مش الهد النادي ده كله، مش محتاج الهد ده كله، بس بعد البطوله هتلاقي عندك اوضه بقى مختلفه. ايوه بس يكون ايه الموسم انتهى اوضه بقى تكييف لا ما انا عندي تكييف بس هو كان بايظ شويه يعني، كان عامل زي الكراكه شويه. انا عايز بس انا عاوز اوجه رساله بس للأندين العملاقين الكبار قوي الاهلي والزمالك. انا كنت اسالك عن مباراه القمه اللي عندكم، انا برضو اسالك الناديين الكبار، انتوا اكبر ناديين عظماء في انجلترا، بيبدا بليفربول والارسنال بافتتاحهم الدوري، يا ريت احنا كمان في مصر نبدا بطوله الدوري، اول يوم في الدوري نبدا بطوله الدوري بين الاهلي والزمالك، اكبر ناديين في مصر جماهيريا وماديا ولاعيبه وكل ما يخطر في بالك وملاعب كل ما يخطر في بالك. اتمنى ماتش يوم 30 يطلع ماتش كله، كل مصر هتتفرج على الماتش، كل الوطن العربي هيتفرج على الماتش، اتمنى الروح، اتمنى لعب ومباراه اللي يكسب نقول له مبروك ونحسن هارد لك، اتمنى ما نسمعش من الجماهير اي لفظ، اتمنى نبقى نوري الناس ان احنا اكبر ناديين، احنا العملاقين بتوع مصر اكبر ناديين عربيا وافريقيا، بعد سمعتنا دلوقتي في اوروبا كويسه، اتمنى اللعيبه يمسكوا نفسهم، لعيبه الاهلي والزمالك يمسكوا نفسهم، الماتش ده بثلاثة بونت، اللي يكسب نقول له مبروك واللي يخسر نقول له لسه فاضل 8 مباريات او 10 مباريات، اللي يخسر هيقدر يعوض، ودي بطوله الدوري. انت قلت لو الاهلي ركب ما بينزلش، ما انا بقول لك لو ركب ما ينزلش هو كده، ما بص دي بتزعل الناس، انما دي حقيقه، دي حقيقه يعني. انت شوف الاهلي كان بعيد النهارده الثاني ببونت، كان بعيد 2 نقطتين وبرده كان في البطوله الافريقيه كان بعيد، قلت لهم هتلاقوه الاول والزمالك نفس الحكايه الاول. حضرتك بتتكلم بثقه التاريخ، بثقة التاريخ، الأهلي تاريخه يخليك تتكلم بالثقة اللي حضرتك بتتكلم بيها دي. يعني نادي بيرضعوه بطولات، مش عايز يبقى فيه ثقة. بس الزمالك السنة دي عامل شغل كويس، جايبين لعيبة كويسين، عاملين صرح كويس الحقيقة، دي شهادة لله، عندهم ملاعب كويسة، بدأوا يعني فرقة السنة دي فرقة محترمة، فرقة كويسة، بدأوا يلعبوا، بقى عندنا ويمكن بيراميدز كمان حل الدوري بقى الثالث، الاسماعيلي بعد بس جاله المصري وجاله بيراميدز، جالهم وجالهم هيجي لهم مقصه وهيجي لهم المقاولين وهيجي يعني عارف بقى ان شاء الله كمان الدوري بقى الجماهير ترجع كمان والجماهير لا بس انا اتمنى ما حدش يشتم بقى، لان احنا عندنا عمالقه، ما اتمنى انه ما حدش يتمس من العمالقه بتوعنا اكيد، اللي بيقعد على كرسي رئاسه نادي ده عملاق، اتمنى ما حدش يتمس،
اتمنى ان يوم يبقى يوم رياضي يوم جميل. كان زمان ميدو عندنا احنا كنا بنغير من الاهلي والزمالك، مش بنغير يعني بنغير بمعنى الغيره، لا كنا بنزعل. ليه؟ كنا احنا نلعب في يوم والاهلي والزمالك لوحدهم في يوم، فاحنا كنا لعيبه كلنا منتخبات مصر، وكان احنا بنلعب في ناس في الاهلي والزمالك ما يلعبوش، انما كان الاهلي والزمالك لهم وضعهم الخاص. اتمنى الوضع ده يرجع تاني، وهو رجع ماتش 30 لوحدهم، اتمنى اننا نشوف مباراه تليق باسم الاثنين الكبار باذن الله. يا كابتن، النادي الاهلي طول عمره محافظ على شكله، محافظ على جمهوره، محافظ على كل حاجه بصراحه، وكل نادي اكيد بيبقى ليه شكل معين. تعالى قبل ما اسالك عن اوجه الاختلاف بين كوبر واجيري، تعالى نشوف تقرير عن اراء الجماهير في البطوله الافريقيه. ان شاء الله المنتخب يعمل اداء كويس ويطمننا قبل البطوله الافريقيه ان شاء الله، ونكون في حافز كده نكون مطمنين، ويكون عندنا ثقه ان احنا زي البطوله اللي فاتت احنا ما كناش يعني داخلين، احنا ممكن نكون نطلع من الدور الاول في اي وقت، انما البطوله دي ان شاء الله في حافز كبير قوي اللي هتبقى على ارضنا، وان شاء الله اللعيبه هتطمننا وكل الفرق اللي في الدوري ادائها ممتاز. ان شاء الله ماتش تحرير للبطوله، وان شاء الله نطمن على لعيبتنا وكل لعبه كلها تكون في مستواها، ولو في لعيبه مصابه ولا حاجه ان شاء الله ترجع تلحق قبل البطوله. طبعا الماتش خلاص بقى تحصيل حاصل ان احنا نستضيف البطوله، واحنا برده صعدنا، بس يعني هيبقى كويس بقى ان هو يشوف. انا عارف ان هو جاب ناس جديده، يعني في ناس اصلا ما كانتش بتروح خالص، عبد الرحمن مجدي واللي كان الاسماعيلي، وفي ناس كتيره ما كانتش بتروح، يعني فدي فرصه كويسه ان هي نشوف الناس دي ايه، عشان لو هو يحط حد منهم قدام يعني هو نكسب جيل جديد يعني. طبعا منتخب مصر المباراه الجايه ديت مباراة، إن كانها مباراة ودية أو حبية، فإحنا عاوزين نتفرج على كورة، مش عاوزين إن إحنا نتفرج على ماتش زي قلته، إن ده بيبين مستوى المنتخب إذا كان هينفع في الماتشات اللي جاية بعد كده الرسمية أو لا. عاوزين نتفرج عشان نشجع بنفس، ما نبقاش كده قاعدين ساكتين. مستوى الفريق عاوزينه يبقى أحسن، عشان جاي بطولة أفريقية لازم نكون على أعلى مستوى عشان نبقى قد الفرق اللي داخلة فيها، ما نبقاش فريق بيأدي وخلاص، لا عاوزين بطولة، مش عاوزين خصوصا انها على ارضنا. شايفه ماتش سهل جدا لمنتخب مصر، يعني من السهل ان احنا نتخطاه، وفرصة ان احنا نجرب لعيبة جديدة في المنتخب، يعني زي عمار حمدي، زي احمد الشناوي لو نجربه في حارس المرمى يرجع لمستوى تاني، نجرب مثلا محمد هاني نديله فرصة من اول الماتش، انه كان باك رايت وهو مستقبل كبير جدا لمصر. اتمنى يعني نتغناش عن الاسماء دي، الاسماء دي لان هي دول المستقبل اللي احنا نحتاجها في مش في كاس افريقيا بس، لا في كاس العالم ان شاء الله اللي جاي. من رايي ان اقوى منتخبين مرشحين للفوز بكاس افريقيا الجاي منتخب مصر ومنتخب السنغال، دي اول حاجه. تاني حاجه منتخب مصر بيقدم مستوى حلو واداء كويس عن الاول بكتير، اتحسن شويه، بس محتاجين برضو تدريبات حلوه، ومحتاجين برضو ان احنا الامكانيات بتاعتنا ان احنا نعليها، والتدريبات اللياقه والبدنيه والحاجات دي ان احنا نعلم من نفسنا شويه ونبذل مجهود شويه عشان نبقى احسن من اللي احنا فيه، بس احنا الحمد لله بس باذن الله هنفوز ماتش صح ان شاء الله. الماتش هيبقى سهل بالنسبه لنا، وكده كده تحصيل حاصل، الاضافات الجديده تشتغل كويس ان شاء الله، بس في لعيبه لازم تنضم زي مروان محسن لازم يخش قايمه، ولازم اللي هو احمد علي بتاع المقاولين لازم برضه كان ياخد فرصه، بس هو ان شاء الله اللي موجودين شباب وصغيرين ان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه، وان شاء الله ياخدوا فرصه ويبقوا على قد المسؤوليه اللي هم فيها يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن سيد، يعني الجماهير المصريه كلها عايزه اداء وعايزه مكسب. بالنسبه لمنتخبها، هل عندنا من القدره كقياده فنيه وكلاعيبه ان احنا نعمل اداء بمكسب؟ طب اصل المدرب اللي جاي ده هجومي، تمام، ده بيحب يهاجم، تمام، اللي قبله طبعا بيحب يدافع، يعني ما يعني مش عايز يتغلب، انما ده بس انا ده برضه يا ريت
يبص زي في عندك مروان محسن لازم يروح الاخ المشجع بتاع المنتخب قالك مروان محسن لازم يروح احمد علي لازم يروح لازم يبص نظره للناس تانيين يجدد الدماء يعني في واحد اسمه بسام ده ما مفروض على المنتخب ما اعرفش علاقته بايه بالناس دول بيجي من انجلترا ما بيلعبش ولا ماتش لغايه دلوقتي وبيجي كل من معسكرات بيجي لا في فرق بين المدرب السابق وده السابق كان عاوز بيدافع ما يخسرش وده بيهاجم على طول فدي تتحسب له تمام اخر سؤال هساله لك الاهلي قادر على حسم البطوله الافريقيه طبعا اللي بص الاهلي طالما ركب خلاص برضه خلاص انسى الاهلي مدمن بطولات يعني في نادي مدمن بطولات فكذا مره يبقى بعيد واخد البطوله وبعدين يهمه يلعب في كاس العالم فيهمه ياخد البطوله ياخد السوبر عشان يلعب في كاس العالم يهمه كده وده تخطيط نادي الاهلي مش ما اقول لك في انديه بتخطط ان ابقى في الجدول ما انزلش يا ريت اخش المربع الذهبي انما لا ده ما عنده البطوله يعني مكتوب على وشه البطوله كل التوفيق ليك كابتن وبتشرف بيك والله واكيد الجماهير استمتعت بيك وكل التوفيق نادي الاسماعيلي اللي احنا بنكن له كل احترام وتقدير ونفسنا يرجع اسماعيل تاني عشان نستمتع بالكره الحلوه بتاعت درويش وان شاء الله يرجع في اقرب وقت وانا بشكرك يا ميدو وكنت سعيد ان انا معاك وانا اقسم لك بالله ما في اي طغينه لجماهير نادي الاهلي غير كلنا بنحب بعض وكلنا اسره واحده بس يا ريت نبعد المهاويس يبعدوا عن الشتيمه ليس الا بس اكيد يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا شكرا ميدو ده كان لقاءنا مع النجم الكبير الكابتن سيد بزوكا عاشق الاسماعيلي وان شاء الله كل التوفيق ليه فيما هو قادم وكل التوفيق للنادي الاسماعيلي فيما هو قادم واكيد كل التوفيق لفريقنا الكبير وكياننا العظيم بشكركم شكرا جزيلا ودايما بتشرف بيكم تصبحوا على الف